صباح الخير لكل المشاهدين مع يوم جديد عم بيطلع علينا أسبوع جديد أيضا من تلفزيون لبنان بأحلى صباح منرحب فيكم على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. طبعا الأجواء اللبنانية الأجواء الصيفية اللبنانية اللي فعلا عم تكون موجودة بمختلف البلدات والقرى والمدن ومختلف المناطق اللبنانية. ما فينا ننسى أبدا المهرجانات اللي فعلا عم بتزين الصيفية بلبنان، الصيفية اللي عم بتكون فيها كتير من الإيجابية، النشاط، الحركة والحيوية. بنفس الوقت تحية لكل المهرجانات اللبنانية اللي فعلا عم بتفرجي هذه الصورة الحلوة عن لبنان، أكانت مهرجانات صغيرة أو كانت مهرجانات كبيرة أو كانت مهرجانات دولية أو شو ما كانت التسميات. بزمن الاختلاف على تسمية المهرجانات وبزمن طرح علامة الاستفهام حول هذه التسميات. رانا صباح الخير. صباح الخير جو، شو أخبارك؟ ماشي الحال وإنت؟ تمام. كنت بجنوب أنا. كنت بجنوب. إيه؟ كيف الجنوب؟ بجنن. بجنن الجنوب. على كل حال كل مناطق لبنان مثل ما عم تقول صحيح. جو هلا مليانه هيك نشاطات ومهرجانات وفرح. بدي اقول كمان صباح الخير لك ولكل المشاهدين. مثل العاده اليوم باحلى صباح فقراتنا عديده ومنوعه، بنبدأ بالبدايه مع دائما هيك بيكون عندنا شويه رياضه، عندنا كمان جوله على الطقس وحركه السير مع مصلحه الارصاد الجويه وايضا غرفه التحكم المروري. اليوم كمان ضمن صباحنا جولة على آخر أخبار الرياضة وأيضا أولى الفقرات الحوارية رح تكون مع زميلة جو اللي رح يستقبل السيد سيد فياض ليحكوا عن مهرجانات البترون. من بعدها بنرجع بنتابع وبينضم لإلي السيد بلال حسين ليحكي عن إصداره الجديد وهو كتاب دليل المعوق. منتابع وسحر ثابت بتنضم للزميل جو ليحكوا عن مسابقة المتفوقون في الحساب الفوري. منتابع أيضا الممثلة جريتا عون رح تنضم لإلي. سارة كيروز مثل كل نهار تنين ضمن فقرة فاشن رح تكفي موضوع بلشت الأسبوع الماضي حول الفاشن ويك بفرنسا وأهم الديزاينرز اللي قدموا أجمل ما عندهم. وأيضا اليوم رح نكون مع مارينا وكيم بمقابلة لنحكي عن لوبام. بعدين رح ننتقل هلا إلى غرفة التحكم المروري وبينضم لنا مباشرة على الهواء السيد جوزيف غاوي. صباح الخير أستاذ جوزيف. صباح خير. كيفك؟ ماشي الحال. معك رح نشوف كيف أحوال الطرق. تفضل. مزبوط. رح نبلش من المدخل الشمالي مثل ما بين قدامنا عنا حركة سير ناشطة من نهر الكلب باتجاه دبي، بتكمل كمان حركة سير ناشطة من دبي باتجاه أونتلياس. لنبلش نشهد حركة سير كثيفة من أونتلياس باتجاه نهر الموت كمان مثل ما بين قدامنا، هذا نهر الموت كمان عنا حركة سير كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه كمان نهر الموت. عنا كمان حركة سير كثيفة من أنطلياس ساحة باتجاه الأوتوستراد. حنرجع نشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة مثل ما بين قدامنا، عم بتكمل ناشطة كمان من الدورة باتجاه الكارنتينا. هنبلش نشهد حركة سير كثيفة من الكارنتينا باتجاه البكرجة مثل ما بين قدامنا. كمان عنا حركة سير كمان كثيفة على سوق السمك نازل بيطلع صوب السياد، عنا حركة سير كثيفة. نرجع نشهد حركة سير ناشطة من شارل الحلو باتجاه الصيفة كمان مثل ما بين قدامنا على الشاشة، هذه الصيفة. من الصيفة باتجاه الوسط كمان حركة سير طبيعية إلى ناشطة. بالنسبة لبولفارس من الفيل على الإشارات حركة سير كمان عم تكون كثيفة على الأول الإشارات. نرجع نشهد باتجاه الصالومة، من الصالومة باتجاه الحايك عم تكون حركة سير ناشطة فينا نعتبرها، منا كثيفة ما في كتير توقف. أكيد بالنسبة لجسر الواطي عنا حركة سير ناشطة اللي نازل صوب بيروت، أما اللي طالع من جسر الواطي باتجاه الحايك بسبب الأشغال عم تكون الحركة سير كثيفة بالمحلة. أنا بالنسبة لمدخل الجنوبي حركة سير عم تكون من مدينة رياضية ناشطة باتجاه الكولا، من الكولا كمان مثل ما بين قدامنا باتجاه الصائف اثنين كمان عم تكون حركة سير طبيعية باتجاه الوسط لنوصل للنفق كمان عنا حركة سير كثيفة. بالنسبة لمدخل الشرقي حركة سير ناشطة من اليرزي باتجاه السياد، عم تكمل كمان عنا طبيعية من السياد باتجاه الصاد الرئيسي من لحود وصولا حتى الكارنتينا كمان عم تكون طبيعية. أما كمان على جسر العدلية باتجاه الأشرفية مثل ما مبين قدامنا كمان حركة سير كتير منيحة معنا أي ضغط سير جو. بالنسبة لبرج الغزال مدخل الأشرفية عم تكون حركة سير ناشطة تعتبر من الأشرفية، عنا كمان باتجاه الأشرفية الإشارات شارل الملك كمان حركة سير ناشطة تعتبر ما عنا كثير ضغط سير. مارليس كورنيش المزرعة مثل ما بين قدامنا حركة سير ناشطة كمان. وأخيرا خط البحر كمان عم بيكون حركة سير كثير منيحة ما عنا أي ضغط سير.
هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. الحوادث سجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 10 حوادث، للأسف عنا قتيلين و14 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي كمان ب 24 ساعة الماضية سجل 1072 محضر سرعة. ومنذكر المواطنين أكيد الاتصال بغرفة التحكم والاستفسار عن أي شيء خاصه بالطرقات، اتصال على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر @TMC لبنان، والفيسبوك هو غرفة التحكم المروري. شكرا لك استاذ جوزيف غاوي. مشاهدينا رح ننتقل للزميل جولا نشوف كيف رح نتابع صباحنا. يعني ازمه السير بكل الاحوال رنا، هذه الخبريه اللي مش عم تخلص بلبنان، يعني كلنا عم نعاني منها بكل صحيح. وقت ما بعرف اذا صار في وقت لعجقه السير، بعتقد ما في وقت، يعني الصبح وعشيه هي سربرايز صح. اوقات بنتفاجئ يعني بنمشي بوقت انه على اساس ما في عجقه بيطلع العكس تماما. مشاهدينا هذه كانت ابرز الاخبار الرياضيه لهذا الاسبوع، عم نتابع نحن وياكم ببرنامجنا. طبعا نحن وياكم ننتقل لنتعرف ايضا على أحوال الطقس، ولا حيكون في مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة أم رح نكون عم نشهد نوع من انخفاض؟ كل هذه التفاصيل بناخذها مع أستاذ حسن المصري، معاون راصد جوي طبعا بمصعد الأرصاد الجوية مطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير أستاذ حسن. صباح النور، أهلا وسهلا. كيفك؟ إن شاء الله منيح. الحمد لله. يعني دائما الناس ناطرين تكون خاصة مع موجة الشوب، شو القصة؟ نعم، إجمالا نحن بعدنا بأجواء طقس صيفي بيضل مسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة. نعم. هلا في أيام الحرارات عم تكون ما عم بيطرق عليها أي تعديل، وفي أيامات عم بيكون عندنا انخفاض طفيف أو ارتفاع طفيف، يعني حسب العوامل الثانية. نعم. اللي عم تتحكم بالطقس من الرطوبة، حركة الهواء وموقع الجغرافي للمنطقة. صحيح. إذا بنحكي اليوم مثلا بمعظم المناطق حنشهد بعض الغيوم بالأجواء ودرجات حرارة ما عليها أي تغيير. نسبة الرطوبة حتضلها مرتفعة. يعني قديش تقريبا؟ يعني اليوم بالساحل حنوصل لرطوبة 85% تقريبا. اوكي. طبعا الرطوبة بالمناطق الجبلية استاذ حسان؟ ايه بالمناطق الجبلية كمان ما في تغيير بين امبارح واليوم بدرجات الحرارة. نعم. يعني الأقصى اليوم مثلا بالساحل حنوصل له 33 درجة. اوكي. بالمناطق الجبلية الأقصى هو 30 وبالبقاع 38 درجة. نعم. إذا مننتقل لبكرة حنشهد انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بمعظم المناطق، يعني بالتحديد بالمناطق الجبلية وبالبقاع. بكرة الأقصى حنوصل 29 وبالبقاع 37 درجة. نعم، عم تحكي عن معدل درجات الحرارة الفعلية، الحرارة الملموسة قديش رح تكون تقريبا؟ نعم. فعلا هذه الحرارة الفعلية، الحرارة المسجلة اللي احنا مسجلها. نعم. بينما الحرارة اللي بنشعر فيها حتكون تقريبا اختلاف درجتين او ثلاثة. مثل ما حكينا وشرحنا انه عدة عوامل تدخل على هذه الحرارة. صحيح. المحسوسة من بيناتهم نسبة الرطوبة المرتفعة. نعم. لكن هذه هي أحوال طقس لهول يومين. طبعا طقس صيفي بامتياز عم بيسيطر بهذه الفترة، على أمل الناس تكون قادرة يعني تروح لبعض المناطق الجبلية لحتى تخف عنا وطئة هذه الحرارة. أنا بشكرك أستاذ حسن المصري، معاون راصد جوي بمصلحة الأرصاد الجوية مطار رفيق الحريري الدولي، أهلا وسهلا فيك معنا بأحلى صباح. أهلا وسهلا فيكم يا أهلا. شكرا. شكرا لك رانا. يعني هيدي أجواءنا بالبداية بين زحمة السير وبين ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله الناس يكون عندها AC بسياراتها. إن شاء الله لحتى بسياراتها وبيوتها، إن شاء الله ما تنقطع الكهرباء، لأنه فعلا عم بيعانوا الناس 100%. بكل حوال نحن رح نكفي بصبحيتنا لليوم مجموعة من المقابلات والحوارات بتنطلق، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. مشاهدينا بجدد تحية صباحية لكم لليوم وين ما كنتوا عم بتابعونا، دايما على أمل تكونوا عم تستفيدوا وأيضا تستمتعوا برفقة مجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا ضمن لقاءات حوارية متنوعة، وبدايتها بتكون مع مهرجانات البترون. طبعا البترون وحدة من المدن البحرية الأجمل على الشط اللبناني، وحدة من المدن اللي أثبتت وجودها أيضا على الساحة السياحية اللبنانية بأكثر من نقطة وبأكثر من مجال، خاصة بعالم المهرجانات. وسنة بعد سنة تحولت مهرجانات البترون إلى مهرجانات دولية بزورة مجموعة من السياح الأجانب العرب، وأيضا كل اللبنانيين بتحول وجهة نظرهم إلى البترون لحتى فعلا يكونوا على موعد مع المهرجانات السنوية. لنتعرف أكثر على برنامج مهرجانات
مهرجانات الباترون لهذه السنة. بصرنا نستضيف رئيس لجنة مهرجانات الباترون الدولية الأستاذ سيد فياض. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا باستديوهاتنا. أهلا فيك. يعني مثل ما قلت سنة بعد سنة عم تثبت وجودكم أكثر على الساحة السياحية بشكل عام وعلى ساحة المهرجانات بشكل أخص. خبرني قديش الفكرة نضجت أكثر، قديش تبلورت الأمور أكثر وأكثر. يعني هلا إذا بتلاحظ كل الأرتيكلات اللي عم تنكتب، كل المقالات اللي عم تنكتب بالجرايد، يعني كلهم عم يوصفوا انه الباترون عم تشهد ثورة سياحية، وفعلا عم تشهد ثورة سياحية. يمكن هالشيء بفضل تضافر جهود كبيرة عم بتصير بقلب المدينة، لأنه أولاد الباترون، أولاد الباترون بحبوا مدينتهم وبيشتغلوا لها من قلبهم بقى. ونحن مهرجاناتنا مش مبلشة من هلا، نحن يعني سبق واستضافت مهرجانات الباترون كبار على مدرجة، منهم شارل أزنافور، ومنهم غير فنانين مثل ست ماجدة الرومي على سنتين ورا بعض، وغيرهم، ومارسيل خليفة الفنان الكبير مارسيل خليفة. كما أنه السنة يعني بروجرامنا عم بيكون على طول منجرب ننوع بالبرنامج. تماما. قبل ما نروح لبرنامج السنة أستاذ سيد، أوقات منحس أنه الباترون مش أخذي حق الفعلي اللي لازم تاخده. يعني اليوم اللي بيعرف الباترون بيعرف هذه المنطقة السياحية بامتياز، بيعرف هذه المدينة اللي فيها مش بس ريحة البحر، فيها البحر بكل تفاصيله، سور الفينيقي، الأثارات الدينية، الأسواق القديمة ايضا اللي بتحمل طابع تراثي لبناني بامتياز، البيوت الموجوده على منطقه البحر خاصه منطقه البحصه بالباترون وغيرها من تفاصيل. قد اليوم عم تشتغلوا لحتى فعلا ترجع تظهر هذه الصوره الحلوه عن الباترون اللي هي صوره كلنا بنعرفها، ولكن اوقات بنحس انه ليش مش اخذي حقها هالقد هذه المدينه. يعني انا بعد ما اللي عم شوفه هلا انا بحس انه نحن انه عن جد عم يجي مثل ما بيقولوا عم يرجع يجي مره ثانيه. هيدا شيء منيح بالباترون. وانا يعني انتبهت على شغله، انه انا مش حكي انا وياك بس انت بتعرف يعني على اذكره البحصه، يعني هيك بتعرف وشايف الباترون ورايح عليها. بقى الباترون حلوه، الباترون مثل ما قلت على البحر الابيض المتوسط، انا بعتقد انه هي عم تاخذ حقها شوي شوي. يعني بالعكس كثير عم نشهد حركه كبيره، إن كان من اللبنانية اللي عم يقصدوا عم يجوا على لبنان. صحيح. من برا، إن كان الأجانب اللي عم يجوا على الباترون. الباترون هي متنفس لكل هالناس، حتى لو للبنانية المقيمين ببيروت وغيرها عم يجوا على الباترون بيرتاحوا بينبسطوا بعد جمعة من التعب ومن الشغل، بيحبوا أنه يجوا يقعدوا على البحر. مثل ما قلت الباترون مدينة بحرية مشهورة بالغطس، بالويند سيرف، بالسيرف، يعني بكل هالألعاب البحرية الحلوة، ومية تنظيفة أكيد. صحيح. بكل الأحوال يعني واحدة من المدن اللبنانية اللي بتشبه يعني زميلاتها على الأبيض المتوسط كمان، مثل ما حضرتك ذكرت. أستاذ سيد، في تعاون اليوم بين مختلف الأطراف الباترونية ضمن المهرجانات، يعني اليوم مجتمع أهلي، المهرجانات البلدية، فعاليات المنطقة أيضا عم تعاونوا كلكم، عم تكاتفوا لأنجاح المهرجانات. أكيد نحن الكل بيتعاون مع كل بكل حدث بيصير بالمدينة، الكل بيكون في مشاركة من الكل، وبكون الكل عم بيساعد من كل الفعاليات، وأكيد من البلدية. بالآخر هي لجنة مهرجانات الباترون بالأساس انبثقت من بلدية الباترون اللي هي أسستها. صحيح. بصورة رسمية سنة 1994، مع العلم انه المهرجانات كانت قبل كمان عم بتصير، بس انه صارت اذا بدك اوفيشال بال 1900. صحيح. اخذت الطابع الرسمي اكثر. نعم. اكثر لها بهيدي. نعم. بهيدي السنه. يعني قبل ما افوت بالبرنامج عندي فايض من الاسئله اذا صح التعبير. صح. خاصه يعني مع استضافه كل المهرجانات بهيدي الفتره، بتعرف نحن فتره بيك تايم يعني بما يخص المهرجانات، الكل عم بيحكي عن كثره المهرجانات. يعني انت اليوم طرقت له قبلك يعني ضيوفنا من كل المهرجانات، الكل عم بيحكي عن كثره المهرجانات، وكل أصحاب المهرجانات شايفينها بطريقة سلبية، فيك تصح لي إذا بدك، ليش هيدي السلبية بنظرتكم لتعدد المهرجانات؟ بالعكس أنا بلاقي هيدي دليل خير، إنه أول شيء بتتشجع الحركة السياحية، بتتنشط المدن، بتتنشط البلدات. نعم. بصير في يمكن أفكار جديدة، لأنه بتعرف وقتها بيكون في كومبيتيشن، بتصير في أفكار جديدة، بصير في تقعد تحصر راسك أكثر. وبعدين كنت عم أقول لك إنه نحن سنة الجاي نحن تقريبا مفهوم المهرجان رح يتغير، مع العلم انه نحن مش بس بنركز على حفلات الغنائية. يعني نحن صحيح في عنا حفلات غنائية بتصير على بإطار رائع اللي هو على مرفق السيدي الأسماك. نعم. بالباترون. ضمن هالبيوت القديمة الحلوة. صحيح. وحد المينة الباترون كلها مراكب للصيادين. كمان عنا
عنا قصص بتصير ما لها علاقة بالغنى. يعني مثلا نحن من حوالي السنة عملنا سيمبوزيوم للنحت، جبنا تسع نحاتين من دول العالم بالتعاون مع بلدية البترون، تمام. وعملنا سيمبوزيوم للنحت ضل شهر على شط البحر ينحتوا، وهلأ كل المنحوتات توزعت على مداخل المدينة. صحيح. قديش بهمكم دايما يكون في هذا الطابع الثقافي بمهرجانكم؟ ضروري. يعني قديش دايما مصرين تحافظوا على هيدي النقطة؟ ضروري ضروري. كمان نضوي على مشاريع كمان بتفيد المنطقة. نعم. وبتشجع أولاد المنطقة تضلوا منجذرين وبقيين بأرضهم. تمام. مثل مثلا هلأ نحن بنعمل شيء اسمه بست آب مبلشين فيه، افتتاح المهرجان. هو الافتتاح حبينا نفتتح فيه، هو بينعمل بسوق البترون القديم، تعودت عليه بالفستيفال تبع البترون. بتتنوع الاماكن، يعني عنا اشياء بسوق البترون القديم كل بيعرفوها، اسواق البترون القديمه اسواق اثريه تاريخيه قديمه كتير وكتير كبيره. صحيح. في بتصير كمان على المسرح اللي هو بمرفق الصيادين مثل ما قلت. نعم. وهلا السنه كمان رح ينعمل شيء جديد اللي هو البترون ميديترانيان فيلم فيستيفال بوسط قلعه البترون اللي عم تترمم بيوتها كلها، وعم تصير بيت المغترب اللبناني. نعم. اللي عم تترمم بيوته كلها وعم. نعم. بتصير بيوت للاغتراب بفكره ودعم من وزير خارجيه. نعم. مهندس جبران بسيل. نعم. هلا بالنسبه كنت عم خبرك على البيض والبيره والماكولات البحريه، بير اند واين اند سي فود فيستيفال، هيدي الاوبننج. صح. نحن بنستهدف منها انه نشجع المنتجات المحليه. يعني البيره بتنعمل بالبترون اسمها. نعم. كولونيل بير. صحيح. المبيد عندنا 9 خمارات مبيد بمنطقه البترون. نعم. السي فود عندنا مطاعم بيقدموا ماكولات بحريه. بيجوا بنعمل ايفنت مع فرق موسيقيه عم بدق موسيقى. وكنا على طول نحدد ريع هل مشروع لدعم مشروع معين. نعم. يعني في السنه اللي مرقت كان لدعم صيادي الاسماك بالبترون. نعم. السنة في الهدف التارجت مش بتحفظ اعلن عنه هلا، رح نعلن عنه، هو رح يكون بوقتها. كمان بوقتها انه مشان دعم مشروع معين بفيد الناس معين بفيد الناس من خلاله. خلينا نروح ل يعني بالافتتاح بست اب تحديدا. الافتتاح اي ساعة ببلش المهرجان؟ الناس كيف فيها توصل؟ النقليات مأمنة؟ بركي في محل يصفوا؟ اعطينا تفاصيل. اكيد هلا كل الناس بدها تقصد البترون، كل شيء بس توصل على قلب المدينة من وصول على قلب المدينة كل شيء بيكون مسهل ومأمن. مواقف سيارات. هلا أول يوم اللي هو بست آب رح يكون بالسوق القديم. نعم. بالسوق القديم يعني معروف اللي هو متصل بالشارع العام. طبعا. أكيد الشارع الرئيسي من المتفرعات بيوصلوا على السوق. رح توصل والناس هونيك بتفوت بقلب السوق القديم في الانترتينمنت اللي عم بتصير وكلها. بتبلش اكيد هيدي حفله بتبلش بكير، يعني تقريبا شي الساعه 7:30 8 ببلش تجي الناس، وهيدي كل سنه بس مش ما بنعرف اي ساعه بتخلص. ايه بس هيدي اللي بيميزها هيدي الحفله هي الحضور الكثيف للاجانب فيها. تماما. يعني ما بيضل في حدا ما بدأ في أجنبي موجود بالبنان إلا ما بيكون على هونيك على البترون. وهذا الشيء بيشجعنا وبيكون عمل كتير حلو عظيم. و هيدي البداية، هيدي البداية لكن بعد ست أب شو الموعد الثاني؟ عنا حفلة، أول حفلة غنائية هي حباينا السنة إنه نفتتح مع كارول سماحة. نعم. رح تكون بتاريخ ب 12 أب. ب 12 كارول يعني فنانة لبنانية مميزة. سيدة مسرح بكل. صح. ونحن يعني بالمبدأ كل اللي بيجوا بيجوا بيغنوا على مسرح مهرجان البترون بيكونوا مميزين وهي منهم. نعم. بهذا الشيء بيكبرنا. ورح تكون حفلة رائعة أكيد. نعم. بإطار رائع وهي. صحيح. أصلاً فنانة معروفة يعني ومرتبة. كارول سماحة يعني من أفضل. صح. كمان اللي غنوا بلبنان أو بالوطن العربي بكل أحوال. هذا شيء يشهد لها. من الست كارول لوين رح نروح؟ عنا بوني تايلر. بوني تايلر الكل عايشوا على أغنانية خاصة جيل الأربعين خمسين وبعد أغنانية لهلا عايشة كمان. وهيدي حفلة كتير كبيرة رح تكون. نعم. خاصة عم تشهد إقبال كتير قوي على شريط البطاقات. اوكي. رح تكون ب 18 اب. 18 اب تحديدا وال 19 اب ليلة مميزة. ليلة مميزة وائل كفوري. يعني نحن مبسوطين فيه. حفلته. نعم. رح تكون رائعة وبعتقد من هلا شي جمعة عشرة ايام نحن منفول مع وائل ويخزل العين عليه. يعني مش الاحوال يعني بحر بس بحر وبترون ووائل كفوري بعتقد خلطة حلوة رح تكون. صح. خلطة حلوة بامتياز. اللي عم بميزكم السنة هو مهرجان الافلام القصيرة اللي اطلقتوه
ورح تتابعوا فيه ورح يصير علامة فارقة للمهرجان. مظبوط. هلا اللي كنت عم جرب قوله عم نجرب نغير مفهوم المهرجان، مش بس يكون مستهدف الحفلات الغنائية، يكون في حفلات غنائية بس يكون في اشياء تانية. هلا من الاشياء اللي السنة عم نشتغل عليها هي رح يكون في اللي حكيت عنه مهرجان الافلام القصيرة المتوسطية، اوكي، مسمينه باترو ميديترانيان فيلم فيستيفال. عظيم. هيدا نحن جايبين تقريبا حوالي 30 فيلم من 13 دولة اوروبا متوسطية، أوروبية وعربية حوالينا، ورح يكون في حضور لمخرجين وممثلين للسينما من هالدول. عظيم. بيتخللوا أكيد بأول يوم رح يكون هو برعاية وزارة الثقافة وحضور وزير الثقافة أكيد دكتور غطاس خوري. رح يكون في عشاء كبير بضم مخرجين وممثلين سينما لبنانية كمان. نعم. بقلب سوق الباترون القديم. نعم. وراح يكون في لجنه تنتخب احسن فيلم، وهالافلام راح تنعرض على 4 ايام. عظيم. متتاليه بمثل ما قلت بوسط القلعه القديمه، وراح يكون الاطار كتير حلو، وعم نرد ونعيد احياء سينما قديمه بلبنان. بلبنان جبنا لها كراسيه وعم نرممهم. اي سينما؟ بنبقى نخبركم عنها بعدين. كانت موجودة بالباترون السينما؟ لا مش بالباترون، طرابلس. جبناها مش ايه مزبوط، جبناها من طرابلس. سينما قديمة. انا عرفت عن اي سينما عم تحكي بس عم خليها ل جبنا لها كراسية، وهلا عم نرممهم كلهم، ورح يكونوا هن اذا بدك الحضور رح يكون عم يستعمل هالكراسي، وهو رح يكون بالهواء الطلق. كل احوال السينما اللي عم تحكي عنها وحدة من اقدم السينمايات، مش بس بلبنان انما ايضا بكل المحيط. وبوقتها كانت طرابلس مشهورة فعلا بهيدي السينما اللي اعطت صورة مختلفة عن طرابلس اللي نعرفها نحن اليوم. بدي اقول لك شغله كمان بحب اضيفها بالنسبه لهالمشروع. نحن اكيد نحن لجنه مهرجانات الباترون اللي بلشت فيه حضرتك انه كيف نتساعد مع بعض. نحن لجنه اول شيء متطوعين، لجنه نحن متطوعين لخدمه المدينه. نعم. وهيدا الايفنت بالذات في نيكولا خباز اللي هو دكتور بجامعه الانديو، مسؤول عن الديبارتمنت تبع الاوديو فيزيوال، هو خيو للفنان الكبير جورج خباز، هو عم بيساعد بهالمشروع وعم يشتغل فيه. لا 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 نجيح. بكل احوال جورج خباز رح يكون بهدنيات السنه ايضا بانتاج محلي لليالي اللبنانيه ضمن عالم السينما والمسرح. ايضا رح يكون العمل متميز. بكل احوال حلو هذا الامتداد يعني على كل الخريطه السياحيه اللبنانيه بمختلف المهرجانات. بتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله مهرجانات ناجحه مثل ما تعودنا دائما، والى المزيد من العطاء بانتظار يعني طبعا الليالي المتميزه جدا. البطاقات وين فين الناس يحصلوا عليها؟ فيرجن ميجا ستور، وهلا فاتحين بسوق الباترون القديم. نعم. كمان بالمكتب المهرجانات. بدي اشكرك ولك اهلا وسهلا فيك معنا باستديوهاتنا رئيس لجنه مهرجانات الباترون الدوليه الاستاذ سيد فياض. شكرا لك اهلا وسهلا. نشكر كمان تلفزيون لبنان. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا متابعين معكم احلى صباح، ومتابعين ايضا مع فقراتنا. هلا رح ننتقل لنتعرف اكثر على دليل الاعاقه، الدليل التوجيهي للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه. طبعا لنعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نستقبل معنا باستوديو السيد بلال حسين المدير التنفيذي لجمعيه الامل للرعايه والتنميه الاجتماعيه. اهلا وسهلا فيك استاذ بلال. اهلا فيك. حضرتك موجود معنا لنحكي اكثر عن دليل الاعاقه اللي اطلقته الجمعيه، واللي هو خلينا نقول دليل شامل، يمكن هو الدليل خلينا نقول برك الوحيد بلبنان اللي هالقد هو شامل عدد إعاقات جميعا. يمكن كانت قبل متخصصة بإعاقات معينة الكتب اللي صدرت، ولكن هذا الدليل شامل. بالبداية قبل ما ندخل بتفاصيل الدليل، خبرنا أكثر هيك ولو بنبذة سريعة عن الجمعية. نعم. شكرا لك بالبداية. شكرا للتلفزيون. بدي أحكي عن الجمعية. جمعية الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية هي جمعية تأسست عام 2008، جمعية مختصة بالإعاقة. نعم. الجمعية بيرأس مجلس إدارتها النائب الدكتور عماد الحوت. خليني أحكي بس على أهم إنجاز أو أكبر إنجاز لنا حقيقة. نحن بسنة 2014 أسسنا بصيدا مركز سميناه مركز بلسمة. هذا المركز لما تأسس كان بيخدم أطراف اصطناعية وعلاج فيزيائي
اليوم مركزنا بيشتغل على حوالي 9 خدمات مختلفة، من بيناتهم علاج النطق، من بيناتهم المشاكل النفسية، من بيناتهم العلاج الانشغالي وإلى آخره. هذا حقيقة كان آخر يعني أهم إنجازات الجمعية. بالنسبة لإنجازاتنا الحالية، نحن اليوم جايين لعندكم لنحكي عن الدليل. نعم. فباختصار شديد ما بدي يعني أشرح أكثر من هيك. الجمعية طبعا عندها نشاطات عديدة، عندها أهداف عديدة، نحكي شوي هيك عن أبرز النشاطات اللي قمتوا فيها، يمكن عن أبرز الأهداف اللي بتسعى لتحقيقها الجمعية بالتحديد. نعم، الجمعية حقيقة بتشتغل مع كل أنواع الإعاقة، وبالتالي بتحاول بخدماتها توصل للجميع. في عنا ثغرة كبيرة حقيقة بثقافتنا بالمجتمع اللبناني باستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. من هون كان في عنا جهد كتير كبير بموضوع توعية الناس، تثقيفهم، تعريفهم، حتى بمجال الإعلام في عنا تقصير، في ضعف ببعض المصطلحات اللي عالميا الأمم المتحدة أقرتها. نحن اليوم بمجتمعنا اللبناني ما عم نكون مواكبين لهيدا الموضوع على المستوى الإعلامي، ما تأخذيني فيه مصطلحات كمان تستخدم غير مناسبة مثل الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني هيدا المصطلح يجب أن نتعرف على أنه آخر مصطلح اعتمدته الأمم المتحدة من خلال المكتب الخاص المقرر الخاص لشؤون الإعاقة. نعم. هو الأشخاص ذوي الإعاقة مش الاحتياجات الخاصة. هيدا نموذج صغير عن أدين احنا بحاجة بمجتمعنا للتوعية. نعم. ولنفهم أكثر احتياجات هيدي الشريحة بالمجتمع. من هون كان في عنا جهد إعلامي موجه للمجتمع، للناس، لنثقف الناس ونقول لهم أنه لازم نعرف بالبداية لنقدر نستوعب وندمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع. في عنا خدمات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر، مثل الأطراف الاصطناعية، مثل العلاج الفيزيائي، مثل الخدمات الأخرى اللي ممكن يحتاجها الأشخاص على مختلف أنواعهم، مختلف أنواع الإعاقات، الإعاقة السمعية اللي بيحتاجوا سماعات وهكذا. وفي عنا حقيقة مشاريع توعوية خاصة بالمدارس. نعم. تأهيل المعلمين والمعلمات والطلاب بنفس الوقت على قضية الدمج في مجال التعليم. نعم. لأنه إذا بدك تحكي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق الأول الأساسي أنه نقدر نعلمه للشخص ذوي الإعاقة ونقدر ندخله على مدارسنا، وبعد هيك نقدر نأمن له فرصة عمل. فنحن حاليا عم نشتغل على هذا المشروع، مشروع تأهيل ويعني توعية الطلاب وتوعية المعلمين والمعلمات بأهمية دمج الطفل أو الولد اللي عنده إعاقة بالمدرسة، لا يقدر بعد هيك يعني ياخد تعليمه وبعد هيك يقدر يندمج بالمجتمع من خلال مهني، من خلال وظيفة، من خلال سائر حقوقه. يعني يعطيكم العافيه، فعلا الجهود اللي عم بتقوموا فيها جهود كثير مهمه بالنسبه لهذا الموضوع، لانه اليوم مثل ما ذكرت بحاجه هالاشخاص انهم يندمجوا اكثر بالمجتمع، والمجتمع بحاجه لانه يوعى لاهميه وجودهم كمان بيناتنا، وانه هن لو عندهم اعاقه بعدهم ناس قادرين يعطوا مثلنا مثلهم لهيدا طبعا. المجتمع، مشان هيك لا التوعيه الاضافيه ولا تعريف الناس على الاعاقات الموجوده ويمكن الاشخاص اللي ممكن يلتقوا فيهم، اطلقت الجمعيه نهار الخميس دليل الاعاقه اللي ذكرت هو الدليل التوجيهي للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. خبرنا أكثر كيف نشأت فكرة أنكم تطلقوا هذا الدليل الشامل، خبرنا تفاصيل أكثر عنه. خليني أقول لك، الدليل إجا عصارة لتجربة. هذا الدليل إجا في قناعة وفي تجربة نحن عم نشوفها ومنعيشها بالواقع اللبناني. القناعة بتقول أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لازم يندمجوا، لازم ياخذوا حقهم وفرصتهم بانه يندمجوا بالمجتمع. نعم. الشق الثاني اللي هو تجربتنا للاسف من سنه 2008 لما تاسست الجمعيه، تجربه تشير الى انه مجتمعنا لحد اليوم في عنده ضعف بتقبل الاشخاص ذوي الاعاقه. خلينا اعطيك نموذج صغير عن هذا الضعف. نعم. نحن الاسبوع الماضي كان في عندنا لقاء لفريق المتطوعين بالجمعيه، فريق المتطوعين جزء كبير منه اشخاص ذوي الاعاقه، صبايا وشباب. في عنا صبيتين كانوا موجودين بالمؤسسة، بدنا خلص الاجتماع وبدهم يظهروا على بيوتهم، فنحن بكل بساطة نزلنا معهم بدنا نأمن بس سيارة. نعم. أبسط من هيك يعني حق بسيط جدا جدا اللي هو حق التنقل، ما عم نحكي عن شيء عظيم. تخيلي أنه بخط رئيسي ببيروت أكثر من تقريبا نص ساعة ولا سيارة تاكسي قبلت توقف، مع أنه بأحوال تانية بنكون نحن موجودين، نحن كأشخاص بالشكل ما عنا إعاقات، فالسيارة التاكسي هي بتقتل حالها لتوقف لتاخد الراكب. وهيدا المتعارف عليه يعني بالمنافسة، هيدا المتعارف عليه اليوم، لأنه الشخص عنده إعاقة وشكله ممكن يعذب شوي صغيرة شوفير التاكسي بيرفض أنه يوقف له. أبسط من هيك حق شو بدك تحكي؟ صحيح. لما تشوفي مجتمع
مثلا الأرصفة اليوم ببيروت وبسائر المناطق، الرصيف لما في محل يعبر الويلتشير يطلع على الرصيف، لما هيدا المحل بيجي بكل بساطة شخص ما بيلاقي صفي لسيارته بيجي بيركن سيارته على المدخل. طب الشخص اللي عنده إعاقة كيف بده يمرق؟ بده يصير في حدا بده يجي يحمل له الكرسي ويطلع له إياها على الرصيف. طبعا هيدا عم نحكي عن قدين احنا بتجربتنا الشخصية كجمعية عم نشوف في ثغرة كبيرة بفهم الناس وبوعيها بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ناحية تانية ما بدي أحكي عن تقصير الدولة، الدولة عندها مشاكلها كتير حقيقة وما بدي فوت بهيدا الجانب، يعني وزارة الشؤون الله يعطيهم العافية عم يعملوا جهدهم على قد ما بيقدروا ليقدموا الخدمات اللي بتقدر الدولة تقدمها، ولكن نحن بنقول دايما إيد لوحدة ما بتزقف. نحن كجمعيات خيرية كجمعيات مجتمع أهلي بحاجة نتعاون سوا، نحن مع بعضنا ونحن مع الدولة مع الوزارات المعنية وكذلك نحن مع القطاع الخاص، لأنه المسؤولية الاجتماعية بترتب كمان على المجتمع المؤسسات الخاصة. نعم. إنه كمان يمدوا إيدهم ويساعدوا ويمولوا بعض الخدمات اللي الدولة مش قادرة تقدمها. وإلا وين دوري أنا كمؤسسة اقتصادية ما عم ساهم ولو بجزء بسيط بخدمة هيدي الشريحة اللي هي شريحة مهمة بالمجتمع. صحيح. من هون إجت فكرة الدليل لنقول نحن من خلال هيدا الدليل لنقول للناس هيدا دليل حطيناه بين إيديكم سهل القراءة، صمم بطريقة مبسطة جدا يستطيع أي إنسان إن كانوا أهل الأشخاص ذوي الإعاقة أو إن كانوا أرباب عمل بمؤسسات أو أي شخص عنده علاقة بشكل أو بآخر بالأشخاص ذوي الإعاقة، إن كان زملاء بمدرسة بجامعة، بيقدر يتناول هيدا الدليل يقرأ فيه يتعرف أكثر على على هيدي الشريحة ويتعرف أكثر على معاناتهم أو الظروف اللي بيعيشوا فيها لحتى يقدر يتعامل بطريقة سليمة معهم ما يسبب لهم مشاكل أو ما يسبب لهم إحراجات. يعني حتى هلأ كنت عم بهيك عم بتفرج شوي على الدليل، حتى عندكم يعني محل بتعرفوا فيه الناس على الإعاقة بالتشريعات الدولية وكيف الدول وبحسب التشريعات كيف بيشوفوا أو بيتعاملوا مع هالإعاقات بالتحديد، كل أنواع الإعاقات موجودة. خليني أقول لك شغلي على موضوع التشريعات الدولية، خليني بالأول أقول لك معلومة. بالعالم في مليار شخص معوق. نعم. تخيل الرقم مليار، 15% من سكان العالم كلهم عندهم إعاقة. عندهم إعاقة. وفق تعريف الإعاقة حسب الأمم المتحدة، التعريف الموسع للإعاقة. نعم. اللي هو بيشمل يعني شقين، الشق اللي هو عدد أو حجم الإعاقة عند الشخص، لأنه بمعيار الأمم المتحدة لازم يكون إعاقة ولو جزئية يعتبر معوق. نحن عنا بدول العالم الثالث أو بدول العربية لحد اليوم إذا ما كانت الإعاقة كيف يعني معيقة بشكل كبير عن القيام بدور محدد فهي لا تعتبر إعاقة. نعم. فهيدي مشكلة. بالإضافة لهيك أنواع الإعاقة نفسها، يعني ببعض الدول بالدول المتقدمة بيعتبروا مثلا المشاكل الربو إعاقة، نحن عندنا هذه ما بنعتبرها. مشاكل السمنة المفرطة التي تعيق الإنسان عن قيام بحياته، أي شيء يعيق الإنسان، بالضبط هو إنسان معوق. وبالتالي معيار الأمم المتحدة بيقول في 15% مليار شخص معوق، بالمقابل هيدول المليار بيعيش منهم 80% بمنطقة بدول العالم الثالث اللي هي خدمات الإعاقة فيها ضعيفة، بينما 20% بيعيشوا بدول العالم الأول اللي خدماته متقدمة جدا. نعم. فشوفي قديش الظروف اللي عم بيعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا، قديش ظروف صعبة. صحيح. إمكانيات ما في، خدمات ما في، وعي مجتمعي ما في، عم يضطر الإنسان المعوق. وأنا هون بحكي عن مجموعة أشخاص أنا شخصيا بعرفهم والجمعية بتعرفهم عنا بالجمعية الأمل، اضطروا يفكروا بالهجرة. بعضهم هاجر فعليا على كندا وعلى السويد وعلى بعض لأنه الدول، لأنه هنيك محترمين، لأنه هنيك عم يقدر يعيش حياته كإنسان سوي، ما بحاجة لحتى يضلوا ما تأخذيني يشحد الخدمة ويطلب المساعدة من هون ومن هون. الدولة واجب، الدولة واجب المجتمع أنه يقدم ما يستطيع لهذه الشريحة حتى تستطيع أن تعيش باستقلالية. نعم. نحن اليوم ما في إنسان، ما في شخص ذو إعاقة عم يقدر يعيش باستقلالية، وما بدي أحكي لك بالمشاكل اللي يعني الفروقات قديش كبيرة اللي نحن من مقصرين فيها تجاهه، واللي المجتمع الغربي عموما عم بيقدمها وبيسهلها للأشخاص ذوي الإعاقة. بكفي أنه بعدنا لليوم ما بنقبل نوظف شخص عنده إعاقة. هيدا أبسط شيء. نحن هو التشريع الوحيد اللي عندنا إياه هو القانون 220. نعم. لحد اليوم هيدا القانون منه مفعل موجود نظريا، بس بالتفعيل على الأرض مين المؤسسة اللي عم بتشغل شخص ذو إعاقة؟ صح. وإذا شغلت شخص بتعمل قصة إعلامية ودعاية وكذا،
بتستخدمها مثل بروباغندا، ما بتستخدمها فعلا من اجل فعلا انه انسان يعيش بكرامه بهيدا المجتمع. برايك قد ايه لازم يبلش الموضوع او التوعيه لازم يبلش من المدارس من عند الاولاد الصغار، لانه يمكن تاخروا شوي الجيل الكبير، يمكن هلا صعب بعد بيستوعبوا الموضوع، ولكن لازم نبلش مع المدارس. عم بتجربوا تتواصلوا مع المدارس، تفوتوا هيدا الدليل على المدارس، تحكوا مع الاولاد ايضا من هن وصغار يبلشوا يوعوا على موضوع واهميه كمان الاشخاص اللي عندهم اعاقه؟ نعم، خليني اقول لك، نحن بنفس اليوم اللي كان فيه الاطلاق للدليل كانت مؤسسة نيا هوب السويدية حاضرة اللي هي مولت هيدا الدليل. نعم. نحن طلبنا منهم بنفس اليوم انه يكون في اجتماع بعد الاحتفال مباشرة. نعم. وهيدا الاجتماع كان هدفه الاساسي انه نطلع دليل موجه ومبسط جدا وموجه لطلاب المدارس الابتدائية. نعم. من بداية الصف الاول الابتدائي او حتى قبل هيك، ممكن حتى على الروضة، انه نعطي مثل بروشور صغير بيخاطب الطفولي اللي موجودة عند هيدا الطفل، البراءة اللي موجودة عند هيدا الطفل، لتحكي له عبر رسمة بسيطة، عبر قصة بسيطة، عبر لعبة ممكن يلعبها مرسومة على الورقة، يقدر من خلالها يفهم ويستوعب انه في اشخاص مختلفين عنا ولازم نتقبلهم، ما لازم نتمسخر عليهم، ما لازم نقلل من قيمتهم، ما لازم نحرجهم وهكذا. فهيدا المشروع انا بتشكرك على انه لفت نظر له. نحن هيدا مشروعنا القادم مباشره ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى يقدرنا انه نقدر نعمل شيء نحن. وطبعا بس نتمم الاتفاق نحن ونيا هوب، بدنا نتوجه لوزاره التربيه حتى المدارس تفتح لنا فرصه للمدارس، فهيدا بيصير ان شاء الله بالخطوات. يعني هل تسعوا انه يصير في ماده مدرجه ضمن المنهج الدراسي للتوعيه، ولا لا بيصير في دورات توعويه اكثر بالمدارس؟ هلا نحن ما وصلنا لهون، خاصه هيدا اذا بتتعاملوا مع وزاره التربيه مثل ما قلتوا، وزاره الشؤون الاجتماعيه كمان. نعم. اذا بيصير في تعاون بين الكل. نعم، ما فيني انا احكي بالوكاله عن وزاره التربيه، هذا السؤال بدنا نوجهه لوزاره التربيه، اذا كان بالامكان انه نعمل تعديل بسيط وندخل ماده ولو بسيطه، ماده بالتربيه المدنيه من ضمن التربيه المدنيه. نعم، بينحط مادة بسيطة تعرف الأشخاص ذوي الإعاقة لهيدي الشريحة من الناس، لهيدول الطلاب. ولكن نحن الفكرة الحالية أنه لا يكون في مادة تنعطى للأولاد يتثقفوا فيها، ينعمل محاضرة، ينجاب شخص ممكن يكون عنده إعاقة وبنفس الوقت قادر يعمل سبيكر وتوجه للطلاب باللغة المناسبة طبعا، ويحكيهم عن تجربة معينة، عن قصة معينة، ويقدم لهم هيدا البروشور. بتصور بهالمرحلة هيدي قادرين نحفر شيء بوعي هيدول الأطفال، يضلوا موجود بذهنهم بوعيهم لحد ما يكبروا ويكونوا فعلا ناس قادرين يستوعبوا الآخر المختلف عنهم ولو بشكل يعني كبير أو صغير. يعني صحيح، يعني حتى التوعية مش بس عند الصغار أو التلاميذ، لازم كمان عند كل شخص. اليوم لما نجي نبني مول مثلا أو أي شيء، لازم هو كمان نبلش ننتبه أنه لازم نعطي مساحة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو بالأحرى خلينا نسميهم حسب التسمية. نعم. الجديدة، الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. طبعا التسميات بتفرق، ولازم كمان نكون مطلعين عليها، ونحن بدورنا كأعلاميين لازم نبلش ننشر هذا الموضوع. بالدليل بالمناسبة عم نحضر دورة. نعم. وممكن بالفترة كمان الجاي تكون بين ايدينا صارت جاهزه، نتوجه فيه للمؤسسات الاعلاميه بدعوه من يختاروا المؤسسات الاعلاميه هيدي لدوره هيك سريعه، يعني خليني اقول دوره تدريبيه سريعه، نجيب عليها خبير مختص من دولي ويحكي لهم عن المصطلحات الحديثه وكذا، لحتى نطلع من هالاختلافات هيدي. صحيح. اللي بالمسميات. نعم. ايضا طب يعني الدليل بيحكي عن انواع الاعاقات، كم نوع تقريبا فيه؟ أو كم نوع على قليل الدليل بيطرق له؟ خليني أحكي لك، أنا بالدليل بشكل عام عمله قسم المشاريع بالجمعية. نعم. الدليل بيحكي عن أنواع كتير، الأنواع الإعاقات كتيرة ومتشعبة جدا، يعني من الصعب أنك تحصيها حتى دوليا، منه متفق على، قلت لك أنا على أنه أدي عدد الإعاقات أو أدي أنواع الإعاقات المتفق عليها، لا يوجد عدد متفق عليه عالميا. وإنما هو اجتهاد، المنطقة العربية تحكي عن مجموعة، المنطقة الأوروبا والدول العالم الثالث الأول عفوا بيحكوا على أعداد وأنواع مختلفة، ما في حصر لهيدا الموضوع بشكل عام دوليا. نعم. في شيء هيك لفتني، فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني كمان الدليل بيحكي عن كيف لازم نتعامل معهم. لأنه ممكن تجرحيه وأنت بدك تخدميه. نعم. شوفي قداش المسألة حساسة. نعم. لأنه مثلا أعطيكي فكرة، إذا شخص على الويلتشير
ما بيصير انه انت مباشره شفتيه عم بيعاني صعوبه ليمرق بمحل، ما بيصير انه مباشره انت تتحركي وتقدمي له الخدمه، لازم تستاذني لانه هيدا انسان. فبتقولي له بتحب ساعدك، ممكن ساعدك اذا بتحب، فيا اما بيقول لك ايه يا اما بيقول لك لا. نعم. زميلنا بالمؤسسه باحدى المرات كان بالناطر مواصلات، فلاحظ نفس الموقف انه شخص على الويتشير مش قادر يطلع بالتاكسي، فعرض بتحب ساعدك؟ قال له لا. قال له جرب مره اثنين ثلاثه لقى في صعوبه، فطلع لي قال له بتحب تساعدني؟ هلا في مجال، فقرب وساعده. فهيدي هيدي هيدي شغله بسيطه. المساله الثانيه انه بنشوف شخص عنده اعاقه بنقول له ادعي لنا ادعي لنا بلكي الله يعني بيغفر لنا بلكي كذا، انه ليه بدي انظر لهذا الانسان انه هو الله وهيك وقريب من الله، وانا الانسان اللي ما عندي اعاقه انا بعيد، وبالتالي بدي اطلب منه. هيدي الطريقه بالتعاطي مع الشخص ذو الاعاقه بتحرجه وبتجرحه. حتى كمان في شغله كثير يعني بلاحظها عند بعض الناس، اذا حدا قطع دغري بيصير في توشوش وكلمه حرام. ايه يعني انه نشفق على الشخص. ايه بالضبط، هي التعاطي مع الاشخاص ذوي الاعاقه عم بيكون من زاويه الشفقه ومن زاويه الشعور الانساني، بينما نحن اللي بنطالب فيه دائما، وهيدا كمان الموضوع حديثا عم بنتوجه له من فتره، بتتوجه له الدول الاوروبيه ونحن مقصرين فيه، نحن بدنا نتوجه للاشخاص ذوي الاعاقه من باب الحقوق. نعم، انه هيدا حق لهم، الاكسسبيليتي حق مكتسب لهم، اللي هي حق الوصول، التعلم حق لهم، العمل حق لهم، ما بدي اتعطف عليه ولاقي له فرصه عمل، لا، هيدا حقه لازم ينعطى له مثل ما لازم ينعطى لاي انسان اخر. صحيح، فهيدي كثير نقطه مهمه. صحيح، يعني كمان حتى بالدليل بتحكوا مع او بتتطرقوا لموضوع التوعيه عند الاهل كمان، كيف لازم يتعاملوا اذا كان عندهم اولاد عندهم اعاقه معينه، او حتى اليوم بالمدارس، بعد في مدارس ما بتقبل اشخاص يمكن كمان عندها اعاقه معينه او ما بتقبل تدمجهم مع اطفال اخرين، هون كمان كيف لازم نتعامل مع الموضوع؟ قد ايه بدنا وقت برأيك كرمال نبلش نطلع من هيدي الدوامة الخاطئة اللي عايشين فيها، أو الأفكار الخاطئة اللي عنا إياها عن أشخاص اللي عندهم إعاقة؟ قلت لك الموضوع يعني شائك كتير ومتشعب، ما فينا نحكي بشكل عام. يعني في مدارس عم بتحاول تعمل هيدا الشيء. نعم. على المستوى المؤسسات الخاصة أو المدارس الخاصة، في أهل عم يستوعبوا هيدي المسألة، مسألة الإعاقة، بس بشكل عام لا، نحن عنا ضعف وعنا تقصير. نعم. يعني ما فينا نقول إذا في 10% من الأهل عم يستوعبوا قضية الإعاقة وبيتقبلوها ويتعاملوا مع الطفل اللي عندهم بشكل طبيعي حتى ما يعقدوه هو وصغير نفسيا من هالوضع اللي هو فيه، فإذا عنا 10% وعندهم الوعي الكافي، في عنا 90% لسه بعاد وعندهم بحاجة لتوعي ولفهم ولنطلعهم من العقد اللي نشأوا فيها هن وتراكمت على مر السنين. نحن إذا بدك تحكي على موضوع الأهل، نحن الأهل لليوم بينظروا للإعاقة أنه شغلة عيب، أنه ما لازم تبين وما لازم تاخد، يعني ما لازم حدا يعرف أنه عندنا طفل معوق، بينما النظرة الحديثة لهذا الموضوع بتقول أنه هيدا شخص عنده كامل الإنسانية والحقوق، عنده ظرف معين بيمرق فيه مثل ما بيمرق فيه أي شخص آخر. صحيح. وبالتالي بدنا نشوف كيف فينا نحن نساعده، نأمن له المستلزمات والاحتياجات اللي بتسهل أنه يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي، وبالتالي بيعيش حياته بشكل طبيعي مع أهله أو ببيته الخاص أو حتى بزواجه ببيته مع عائلته الزوجية، وبالتالي بيعيش حياته الطبيعية بشكل كامل وبشكل طبيعي. نعم. أستاذ بلال، اليوم بالجمعية بيلجأوا لكم الأشخاص لا يمكن مساعدات معينة، بتساعدوا أشخاص اللي عندهم إعاقة أو حتى أهل بيجوا بيلجأوا لكم لنصائح معينة، بيصير في تعامل كمان مع الأشخاص من قبل الجمعية؟ نحن في عنا مشروع اسمه الدعم العكسي، الدعم النفسي العكسي والدعم العكسي النفسي التماثلي. نعم. اللي هي نحن نستعين بفريق من المتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بيوجهوا دعم نفسي لأشخاص ما عندهم إعاقة أو أشخاص آخرين عندهم إعاقة، لا يعطوهم نوع من الدعم السبورت لإلهم، إنه إذا كان صار عندي إعاقة شو مش نهاية العالم. بعطيكي مثل سريع، عندنا شخص بطرابلس، ما بدنا نفوت بالتسميات، صار عنده حادث فأعيق، قاعد صار له 6 سنوات بغرفة ما بيطلع منها، صار عنده شلل نصفي، 6 سنوات بغرفة ما بيطلع منها. إجا الخبر للجمعية، نحن بعتنا أحد الأشخاص المختصين اللي هو من المتطوعين. نعم.
راح لعنده زاره، تخيلي انه وصل الموضوع بهيدا الشخص لانه بده ينتحر. نعم. بده يقتل حاله لانه ما قادر يتحمل هيدا الضغط اللي هو عم بيعيش فيه. فرحنا لعنده قابلناه وحكينا معه وسهلنا عليه الموضوع، اشتغلنا معه برنامج علاج نفسي، وقريبا حنحط على السكه نحن وياه مشروع بلكي نتعاون اكثر لنطلعه من هالبيئه المسكره، هيدي البيئه المحبطه، لنطلعه للمجتمع ليقدر يعيش شوي، يشوف انه بعد الدنيا بخير، وبس يطلع الناس ممكن تساعده، ممكن تقدم له شيء، ممكن هو يشتغل بنفسه شيء، ما مش نهايه العالم. الاعاقه ليست نهايه العالم، الاعاقه هي مرحله يمر فيها الانسان بدون إرادته، وبالتالي لازم يتقبلها مثل ما بنمر بأي مرحلة بحياتنا. صحيح. أستاذ بلال، اليوم إذا بدنا نحصل على هذا الدليل كيف فينا نحصل عليه لكل الأشخاص عم يحضرون؟ هلأ كنسخة ورقية موجودة عندنا بالجمعية على 01-812-150 إلكترونيا، قريبا بدنا ننزله على الموقع إن شاء الله على info@alamal-dasidot.org، ممكن ننزله بالفترة القادمة وبيصير سهل انه ينعمله داونلود، بيصير موجود بين ايدي نعم. الناس. شكرا لك استاذ بلال حسين لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا رح ننتقل مباشرة لنستمع الى كلمة مفتي الجمهورية سماحة الشيخ للنائب ابراهيم كنعان مباشرة. وبتحافظ على ماليتهم العامة لسنوات قادمة، هذا العهد هو عهد الانجاز مش عهد الكلام، مشان هيك ما راح نكتر حكي، رايحين على الشغل، نازلين على لجنة المال لنخلص موازنة. اليوم عندنا 8 وزارات، عندنا جلسة قبل الظهر وجلسة بعد الظهر، وبيناتهم جلسة سلسلة يا بوزارة المالية يا بمكان آخر. هذا الأمر راح يتحدد خلال الساعات المقبلة، وشكرا. كنا بناء مشاهدينا، عودة لكم لنتابع صفحيتنا، برحب فيكم عن جديد وين ما كنتوا عم بتابعونا لليوم. طبعا مجموعة من المقابلات ومجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا لقاء، خلينا نقول هيك، في كتير من الحساب وفي كتير من تشغيل العقل. بعد ثواني برنامج يوسيماس من البرامج الفورية للحسابات الفورية تحديدا، اللي عم بياخد حيز كبير من الاهتمام بالفترة المؤخرة طبعا رح نعرف أكثر عن هيدا البرنامج، رح نعرف عن تفاصيله، رح نعرف عن المشاريع اللي عم بيقوم فيها البرنامج. ولكن مشاهدينا، كل هيدي المعلومات نحن وياكم ننتقل لها بعد ما نتوقف مع كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة المفتي عبد اللطيف دريان. السعودية في بيروت مع إخواني أصحاب السماحة المفتين وأصحاب الفضيلة علماء الشارع الحنيف، لنقدم التهاني باسم المسلمين وباسم علماء كل لبنان بالتهنئة بتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية. نحن مع تهنئتنا ومباركتنا بهذه القرار، بهذا القرار الحكيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والسداد والنجاح في المهام الموقولة إليه. نحن دائما مع المملكة العربية السعودية التي ما غابت أبدا عن مساعدتنا والوقوف إلى جانبنا في لبنان، كانت تقف معنا باستمرار في الملمات، وكانت على مسافة واحدة من كل اللبنانيين. وقوفنا دائما مع المملكة العربية السعودية نابع من أن المملكة العربية السعودية هي حاملة للقضايا العربية والإسلامية المحقة، ونحن نحتاج في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من التكاتف ولمزيد من التلاحم، وبالأخص
أن المسجد الأقصى في هذه الأيام يحاصر من قبل العدو الإسرائيلي. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى لمملكة الخير العز الدائم وأن تكون دائما هي الحاضنة والراعية لقضايا العرب والمسلمين. ألف مبروك للمملكة العربية السعودية بتولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ونسأل الله دائما وأبدا أن يحفظ أمن المملكة العربية السعودية وأمن الحرمين الشريفين، ونعتبر أن الحفاظ على أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين هو أمر واجب على كل المسلمين وعلى كل العرب. بارك الله فيك. مشاهدينا طبعا تابعنا سوا كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، وهلا بنرجع لاستديوهاتنا لنتابع نحن وياكم بمقابلتنا، المقابلة التالية اللي نتعرف فيها مثل ما عرفتوا على برنامج يوسي ماس، هذا البرنامج للحساب الفوري. بصيرني استضيف معنا باستديوهاتنا سحر ثابت منسقة العلاقات العامة للبرنامج. سحر صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي معنا. ايضا نانسي موسان صباح الخير من معلمي هذا البرنامج، اهلا وسهلا فيكي معنا. والشباب اللي عم بيبرزوا تفوقهم يوم بعد يوم، دانيال يونس صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ منيح. منيح، اهلا وسهلا فيك ري موسان كمان، اهلا وسهلا فيك ري. كيفك يا ري؟ منيح. منيح، اول مره بتطلع على التلفزيون؟ لا. ايوه ري. ايضا جابرييل ابي سعد، هاي جابرييل. هاي. كيفك جابرييل؟ منيح. منيح؟ تمام؟ هلا بتضحكوا علي إذا بيكون واحد زائد واحد بيعملوا اثنين، صح؟ أهلا وسهلا فيكم، بدي بلش معك بداية سحر. سحر عارفين قبل البرنامج، الناس اللي بعد ما بتعرف عن هذا البرنامج، يا ريت تعطينا تفاصيل. بروجرام اليوسي ماس اللي هو Universal Concept of Mental Arithmetic System، برنامج تطوير ذهني، تأسس بماليزيا سنة 1993 باي بروفيسور دينا وونغ، وهذا البروجرام اليوم منتشر ب 72 دولة بالعالم، من ضمنها أكيد لبنان. ونحن شركة البي ال سي بروفيشنال ليرنينج سنتر عندنا الوكالة الحصرية تنعلمه بلبنان. صحيح. وهذا البرنامج اليوم عم نعطيه للتلاميذ اللي عمرهم بين الخمسة و15 سنة، لأنه بهذا العمر بيبقى العقل عم بيما وقادر الطالب إنه يعطي من قدراته. تماما. سحر، اليوم بنحكي كثير عن فوائد هذا النوع من البرامج. بتعرف في ناس بيروحوا إنه اليوم كل الأمور صارت سهلة، يعني بيقولوا لك ليش بدنا ندرس تاريخ إذا جوجل بيعطينا أي معلومة تاريخية؟ ليش بدنا ندرس جغرافيا إذا عنا كمان أبليكيشن عبر الإنترنت بتعطيني بتحدد المناطق الجغرافية؟ ليش بدنا ندرس ما بعرف أشياء رياضيات مع أنه عنا آلات حاسبة بتعطينا كل التفاصيل؟ ليش بعد مهم نعمل الحساب الفوري، وليش بعد مهم نشغل هذا جزء من وجودنا، يعني اللي هو جزء رح وضح شغلي. نحن اليوم نفكر أنه بروجرام اليوسي ماس هو بس للماث. أكيد نحن اليوم عم نشتغل بالأرقام، طبيعي يصير في عنا ولد عنده قدرة بالحساب الفوري كتير عالية، بس اليوم الهدف من هذا البرنامج أبعد بكتير من هذا الموضوع. إن اليوم نحن بنشتغل مع الطالب على أنه نقوي له التركيز، منزد له الميموار، بيصير في عنده مخيلة صورية، الليسنينج سكيلز عنده بتقوى كتير، رح يكون في عنده مجال للخلق والإبداع وأكيد ثقة بحاله. كرمال هيك اليوم طلابنا عم بينجحوا بكل المواد. يعني أنت اليوم وقت تكون عم بتعزز هالقدرات الذهنية عند الطالب، رح يكون في عندك طالب شاطر بكل المواد، مش بس بمادة الرياضية. بكل الأحوال يعني المنطق اللي بيخلق بذهن الإنسان من خلال هذا البرنامج هو قادر ياخده بطريقة خلينا نقول هيك علمية على كل الاختصاصات الثانية مش بس الرياضيات. صحيح؟ مزبوط مزبوط. اليوم رح يصير في عنده قدرة أنه يحلل ويستنتج ويطبق بشكل أوضح من قبل أكيد، لأنه اليوم عم نشتغل مثل ما قلت لك على أنه نطور هالقدرات الذهنية عند الطالب. تماما. دانيال بدي بلش معك، أي متى بلشت بالبروغرام؟ أنا من شي سنتين ونص ثلاث سنين. من شي سنتين ونص ثلاث سنين. بأي مدرسة أنت دانيال؟ أنا بسين جوزيف سكول أورنت شهوان. وكيف قررت تبلش؟ يعني مين ساعدك؟ كيف بلشت خبريتك مع اليوسي؟ أنا أول شي بالمدرسة كنت كتير بحب المات، وكان عبالي فوت على بروجرام مات. أوكي. أمي وبي كانوا عم بيساعدوني عم بيفتشوا لي على بروجرام، لقوا لي اليوسي ماس، فتت عليه حبيته، ضليتني عم كفي فيه. نفس الشي ري، أنت كمان قديش إلك مع البروجرام؟ سنتين كمان. وانت بأي مدرسة؟ ملكارت. اهلا وسهلا فيك. خبرني جابرييل، انت شو لك سنتين كمان ولا ثلاث سنين؟ اكثر حدا جابرييل له. وكيف بلشت مع البروجرام؟ هن عطيونا بروشورات بالمدرسة عن اليوسي ماس، وانا حبيت فوت وحبيته وكملت فيه.
يعني بتاتتكم تكون فترة طويلة يعني مش بالوقت القليل مع البرنامج. خليني انتقل لك نانسي، انت بتعلمي هذا البرنامج، كيف بتعلموا هذا البرنامج؟ كيف بتدربوا التلاميذ على هذه المهارة تحديدا؟ اوكي، هو الولد لما يفوت لعنا في كذا ليفل، من ليفل 1 لليفل 10، سو نحن بنبلش معه بليفل 1 على كالكوليتر اللي هي أباكس. هلا سحر رح تفسركم اكثر عليها. سو ببلش الولد شوي شوي يتمرن، يعمل براكتس بالبيت اهم شيء اكيد، شدد عليه وهيك شوي شوي بصير يكتسب اكثر المهارات ويتطور. هي عملية تراكمية يعني، ببلش من محل بينتقل لمحل. هلا اليوم بروجرام اليوسي ماس مثل ما قالت نانسي هو مقسم ل 10 ليفلز، من ليفل 1 لليفل 10. باول 2 ليفلز الطالب رح يشتغل على آلة حاسبة قديمة اسمها أباكوس. هي عبارة عن كالكوليتر، التلاميذ رح يكونوا عم يشتغلوا عليها باول 2 ليفلز من البروجرام. بثيرد ليفل بيشلوها من ايدهم، ببلشوا يتخيلوا هالارقام على شكل صور براسهم. رح يكون في عندهم مخيلة صورية كثير قوية، وهيدي الكالكوليتر رح تصير معهم مرسخة براسهم اذا بدك لكل حياتهم، لانه اليوم رح يعتمدوا عليها بطلوا بحاجة لها بطريقة ملموسة، بتصير هي موجودة بذهنهم بمخيلتهم كل الوقت. صح. الشباب بأي ليفل؟ هلا كل واحد عن الليفل تبعه. جابرييل أي ليفل؟ جابرييل انت؟ 7 ليفل 7 9 يعني متقدمين بمراحل متقدمة. واكيد اليوم بنبلش نحن ليفل 1، بنبلش ستيب باي ستيب، يعني اليوم الطالب عم بياخذ ارقام صغيره. بالادفانس ليفلز بيصير في عندك اديشن سبستراكشن، ارقام اكبر. تمام. نوصل نعمل مالتيبليكيشن سكوير ديفيجنز، يعني ارقام بالمليونز اكيد، ارقام خياليه بكل احوال. نانسي شو رايك نحن وياك هيك نجرب شوية ما بعرف تسموهم انشطه؟ اوكي رح بلش بليسننج مع ري. اوكي ريدي، رح اعمل له 1D 15R 1 ديجيت 15 روز. ريدي 6 + 2 + 4 + 7 - 8 + 9 - 3 - 1 + 6 - 3 - 5 + 7 - 8 - 2 - correct. اوكي رح اعمل له بعد equation 2 ديجيت 7 روز. ريدي 23 + 32 - 16 + 27 - 38 - 19 - 123 correct. ايوه ري، اذا لاحظت هون ري عم بيعمل كالكوليشن وعم بيتخيل الارقام، يعني عم شوف كمان هيك كانوا عم بيشتغلوا يعني. صح. والتركيز الكبير اللي كان موجود عنده بنفس الوقت. بيطلع له زقفه ري، زقفوا له لري، بيطلع له زقفه. برافو ري. في عندنا دانيال رح اعمل له ديفيزيون، رح يعمل تو ايكواسيون على الكليب بورد. اوكي خلينا نشوف الورقه اول شيء، فينا نبرمها على الهواء. اوكي هيدي البيبر اللي معنا اياها، هاي اول ايكواسيون ديفيزيون، كمان ثلاثه ديفيزيون، سو بده يشتغلون. يلا تفضل تفضل. هيدا قلم، نشوف قد بتاخذ معه وقت. يعني اليوم طلابنا بيصيروا كثير سريعين لدرجه اسرع من الكالكوليتر. في شك، عم بحاول راقب دانيال وعم بيشتغل بالسرعه اللي عم بيشتغل فيها وبالطريقة أكيد عم نشوفه نحن على الكاميرا. فينش. أوكي خلينا تشوفون المس بليز. answers. correct. correct. يعني كمان بيطلع. برافو بزارف. دانيال. برافو أكيد. دانيال. قديش اشتغلتوا مع دانيال وريلا وصلوا لهون لهيدي المرحلة؟ هلا أكيد نحن اشتغلنا معهم وهن كمان اشتغلوا بالبيت، البراكتس اللي بيعملوه بتشوف قديش عندهم نشاط، لحتى يعني بيجوا بكل حيوية ومبسوطين إنه جايين يشتغلوا من كل قلبهم. جابرييل تحرقش ناطر دوره، جابرييل رح نوصل لك، بس بدي أسألك قبل نانسي، عفوا سحر، في طلاب فيهم يكونوا بهذا البرنامج، في طلاب ما فيهم يكونوا، يعني هل في نوعية معينة من الناس بشكل عام بينجحوا بهذا المحل وناس ثانيين ما بينجحوا؟ هلا هذا البروجرام هو لكل التلاميذ، نحن بنعطيه مثل ما قلت لك من عمر الخمسة لل 15 سنة. اوكي. إذا بقلب المدارس بنعطى ساعة بالأسبوع خلال الدوام المدرسة. اليوم الطلاب الكل رح يكون عم بيستفيد، يعني اليوم ما في عندنا طالب منقيه لأنه هو مميز بشيء معين حتى يتعلم هيدي المادة، بالعكس نحن هذا البروجرام اليوم رح يساعد كل التلاميذ اللي عندهم ضعف رح يصيروا أقوى، أكيد باي تايم وباي براكتس، لأنه من أهمية البرنامج الطالب على طول يعمل براكتس ببيته. صحيح، وبكل الأحوال مثل بأي مجال بالدنيا في حدا بيتفوق أو حدا بيكون عادي، إذا بدنا نقول، بهذا البرنامج أيضاً في ناس بيتفوقوا وناس بيكونوا عم بيتعلموا لحتى ينجحوا بمحلات ثانية. اكزرسايز جديد. يا رح أعمله listening test لجابرييل. يلا جابرييل. اللي هو 2D 10R. ready? 49 + 35 - 12 + 66 - 38 - 49 - 35 - 12 + 66 - 38 - that's it?
352. اكسلنت كوركت. ايوه هيدي هي نعملها بعد وحده على الكليبورد اللي هي ايكويشن اوكي فيها بلس وماينس. تفضل جابرييل. يلا جابرييل ريدي ستارت. واكيد الجواب كوركت. كمان الجواب كمان بيطلع له زقفه. برافو جابرييل. يعني شو هالسرعة وشو هالدقة وشو هالتركيز العالي بنفس الوقت. كان عندنا مباراة وطنية شارك فيها 600 شخص صحيح سحر؟ صح. خبرينا أكثر عن هذه المباراة. اوكي نحن من بعد ما اكيد الطلاب نكون عم نحضرهم خلال العام الدراسي على هذا البروجرام بنعمل بقلب المدارس والسنترز مسابقات بيتاهل عدد معين من هول الطلاب تيشاركوا معنا بالمسابقه الوطنيه اللي نحن بنكون عم نحضرها كل سنه له الطلاب. اكيد هن نخبه من الطلاب اللي تنقوا من المدارس والسنترز حتى يعملوا تفوق بطبيعه الاحوال 100%. بس مش هين العدد 600. نحن السنه نقينا 600 طالب تيشارك معنا بهيدي الكومبيتيشن. اكيد كل واحد عن الليفل تبعه. بروجرام اليو سي ماس مقسم ل 10 ليفلز، يعني اليوم الطلاب اللي اخذوا ليفل 1 رح يعملوا الكومبيتيشن مع بعض على اساس الليفل تبعه. على اساس الليفل تبعه 100%. عظيم. فبيطلع عندي انا تشامبيون عن كل ليفل. أوكي. يعني في عندنا 10 فائزين. 10 فائزين بالاجمل، بس السنه طلع في عندنا 13 تلميذ لانه كلهم كان في عندنا 3 تلميذ متعادلين. مزبوط. هو الطلاب نحن عم نحضرهم اكيد حتى نشارك بالمسابقه العالميه طبعاً. اللي بيكون مشارك فيها 72 دوله بالعالم واللي رح تكون السنه قال راد ببالي اندونيسيا. تماما. خلينا نتابع فيديو عن المسابقه الوطنيه اللي حضرتوها واللي طبعا صارت، ومن بعدها نحن وياكم بنروح لنحكي اكثر عن المسابقه الدوليه هذه المره. تفضل. رح نكون هلا مع المسابقه، والمسابقه رح تستمر 8 دقائق تتضمن 200 عمليه حسابيه. ريدي برنامج يو سي ماس بلبنان مثل ومثل كل البرامج الموجوده خارج لبنان عم بيخضع دائما لابديتنج، وكمان بنحيي الكورس انستراكتورز الاساتذه اللي عندهم خبرات عاليه اللي مستلمه هي البرنامج هون، كمان بضلهم يعملوا لهم ابديتنج وبيعملوا لهم كمان فحوصات لانه بهمهم بيو سي ماس لبنان يحافظوا على هالهاي كواليتي اوف ستاندردز. ميشو 1 2 3. اوبا من اجواء المباراة الوطنية اللي طبعا قمتوا فيها سحر، عم تحضروا للمباراة الدولية مثل ما قلنا باندونيسيا مثل ما ذكرتي، كيف التحضيرات؟ اليوم اكيد الطلاب عم بينعمل لهم اكسرسايزز مكثفين. الاساتذه عندنا كفؤين تيقدروا يحضروا طلابنا لهذا الموضوع. عظيم. يعني دائما بيجوا لعنا على السنترز وعم نحضر اكيد بتنسيق مع دول العالم بخصوص المباراة العالمية. يعني دائما بالتحضير لحتى فعلا يكون عندنا مراتب متقدمه. بالسنوات اللي مضت حصلنا على جوائز، كان في اليوم صرنا مشاركين بثلاث مسابقات عالميه. نعم. الاولى كانت بماليزيا، كان في عندنا طالبين لبنانيه مثلوا بلدهم ومنطقتهم. نعم. بالعالم. كمان عملنا الانترناشونال كومبيتيشن بالهند. أوكي. وجابرييل طلع تشامبيون عن الليفل تبعه. أه. والسنه الماضيه كنا بدبي كمان جابرييل طلع تشامبيون. نحن اليوم طلابنا كلهم عم يرجعوا. جابرييل شو يا جابرييل؟ جابرييل بيتمرن كتير منيح حتى يوصل للمرتبة العالية. قد بتتمرن جابرييل؟ كل يوم بعمل 10 كومبيتيشنز. وقد ايه وقت؟ حسب. قد ايه بياخذوا معك تقريبا؟ حسب كل مرة شيء. شباب انتم كمان بتتمرنوا كل يوم؟ كل يوم؟ وقت طويل ولا لا وقت قليل؟ انا حسب. مرات مثلا بصير اعمل مثلا حسب يعني قد ايه بتاخذ معي البيج. نعم. سحر وين موجودين؟ باي مدارس؟ كيف المدارس فيها التعاون معكم؟ يعني التارجت عم تكبر سنه بعد سنه؟ نحن اليوم موجودين باكثر من 80 مدرسه بلبنان، وعندنا سنترز متوزعين بمختلف مناطق لبنان. نعم. مركزنا الرئيسي بيصير بالزلقه.
على الأوتوستراد اللي بحب يزورنا أهلا وسهلا. نعم. بحب شدد على شغلة أنه اليوم الطالب ما أنه بحاجة يعمل هالبراكتس القوي، يعني هذا البروغرام it's fun مسلي عم بيعلم الطالب ويخليه يكتسب قدرات ذهنية كتير عالية بشكل كتير مسلي، يعني اليوم الطالب بس بحاجة ل 8 دقائق تمرين يوميا. ثمان دقائق يوميا باي تايم مع الوقت هيدا الثمان دقائق رح تصير 5-3-2 كرمال هيك الطالب رح يصير كتير سريع. يعني ما في ضغط على الطالب، عم بتقولي انه اليوم الطالب مش رح ينضغط لانه بهذا البروجرام ابدا، يعني اليوم بيخلق روح المنافسه بين الطلاب بيخليهم يكونوا محمسين انه يتعلموا هيدا الماده لانه مثل ما قلت لك ماده كتير حلوه واتس فان. نعم نانسي، تست اخير معك انت وتلاميذ. نعمل تست مع دانيال ليسننج تست، رح نعمل 1 ديجيت 15 rows. Ready? 3 plus 2, 3 minus 4, plus 6, 8, 9, 3, 1, 4, minus 6, plus 5, 4, minus 1, plus 3, that's it? 40. Correct. Bravo, Daniel. Zafur ولا Daniel? كمان مع Gabriel رح نعمل تست ثاني. Ready? 55 plus 32 minus 21 plus 31 42 63 78 minus 42 plus 39 41 that's it 298. Excellent. ايوه جابرييل، برافو جابرييل. كمان اخر تست معي. اخر تست معي. Ready? 8 plus 7 3 minus 4 plus 2 5 7 minus 9 plus 3 2 5 6 7 8 3 that's it 53. برافو راي، كمان برافو راي، زقفلوا كمان لراي. شو هالشباب غير شكل، بنكون اهلا وسهلا فيكم معنا باحلى صباح. على امل دائما يكون في عنا خلينا نقول انواع من الانشطه الفكريه الجديده اللي بتخلينا نشغل فكرنا اكثر واكثر، نشغل عقلنا اكثر واكثر، وهذا الشيء ضروري جدا. اهلا وسهلا فيكي سحر ثابت، طبعا مناسبه العلاقات العامه لبرنامج يوسي ماسك، كل النجاح لكم. نتمنى ايضا نانسي موسان اهلا وسهلا فيكي، مدربه ومعلمه بالبرنامج. دانيال راي وجابرييل بنتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله طبعا مستقبل رح يكون كثير حلو قدامكم، لانه انتم من انتم صغار عم تشتغلوا انكم تكونوا اذكياء، عم تشتغلوا انكم تكونوا عندها فعلا عندكم مجموعه من المهارات المتميزه. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم معنا بالبرنامج. شكرا. مشاهدينا متابعين معكم برنامج احلى صباح، ان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا معنا متابعين ايضا فقراتنا، ورح ننتقل هلا الى فقره انترفيو. ممثلة ومخرجة لبنانية مثلت على المسرح بالسينما وبالتلفزيون، أدت أدوار كتير حلوة وأدوار كان فيها تحدي، الممثلة غريتا عون، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أحلى صباح. ميرسي. أنت موجودة معنا اليوم لنحكي أكثر عن مشروع التخرج، تخرج الماجستير تبعيك، وهي مسرحية بتحمل عنوان لوبيل انديفيران، هي للكاتب الفرنسي جان كوكتو، وصيغة خصيصا للمغنية الفرنسية إديت بياف. خبرينا أكثر، يعني كيف كانت العودة للدراسة هيك بعد فترة، إصرارك على أنك تحملي شهادة الماجستير بالرغم من أنه أنت صرت ممثلة معروفة بالوسط الفني، مخضرمة بالأدوار اللي أديتيها، عدد الأدوار اللي أديتيها، المسلسلات أكثر من 40 مسلسل وغيرها من الأعمال، أنه ترجعي على الدراسة؟ فعلا يمكن أشخاص كتير ما بحطوها على نفسهم بمرحلة معينة، يعتبروا الخبرة كافية اللي أدوها. 100% صح اللي عم بتقولي، وخاصة إنه أنا إلي فترة كمان خلصت دراسة، يعني إلي فترة بعيدة عن أجواء الجامعة، صح. فكانت كتير صعبة لإلي، ما بنكر وبقليك إنه كانت هينة إنه اقبل تعليمات الأساتذة بهالسهولة، بس ما أخذتها بهالطريقة. لما قررت إنه أقول إنه أنا جاية هون أتعلم، جاية هون حتى أضيف على اسمي، صرت أتقبل الأشياء إذا بدي أقعد أفكر إنه لا، إنه هن عم يعطوني تعليمات وأنا
يمكن أهم من الأشياء اللي عم يعطوني إياها ما بيمشي الحال. صحيح. لا بالعكس، أنا كنت كتير مبسوطة بالأشياء اللي عم بكتسبها وكانت إضافة كتير كبيرة لإلي. يعني بالرغم من قد ما الواحد يعني أخذ خبرات بهالحياة، الممثل خاصة الممثل لازم يضل عم يجدد، يحضر كرات جديدة، يتثقف أكتر، بيضل في أشياء جديدة يمكن يكتسبها، وخاصة مع العمر وخبرة الحياة والنضوج تبع الإنسان بيصير يشوف الأمور من منظار تاني. فمبروك وهنيئا لك الماجستير. طبعا مشروع التخرج كان المسرحية، ليه اخترت مسرحية لوبال أنديفيرا؟ أول شيء الموضوع كان موجود براسي أنه أنا بدي أتناول موضوع المرأة والرجل، نعم. علاقة المرأة بالرجل، فبلشت نبش على مسرحيات تتناول هيدا الموضوع. قريت نعم. كتير، قريت قبل كمان كنت قاري لفوا إيمان لزيت الشي لجان كوكتو زيت الكاتب، بس لما قريت لوبال أندي فيران وسمعته بصوت إديت بياف، كان مع النص بالفرنسي بس سمعته بصوتها، ما في خبرك وقف الزمن فيي، وحسيت انه القرار حاسم، هيدي هي المسرحية مش شي تاني. لا. لانه كل المواضيع يلي انا والامور يلي انا بدي اتطرق لها من خلال هالمسرحية حسيتها موجودة فيها. وهون خطورة الاخراج، لانه اهمية الاخراج انه تقدري تعرفي تقري شو موجود بين السطور، وتقدري تعرفي توصلي شي ابعد مما هو، لانه يمكن اذا بتقري لوبال انديفيران بتحسي انه معاناة هالمرأة عم تحكي وتحكي وتحكي وتحكي، يمكن تحسي للحظة انه ممكن تفوتي بشيء اسمه مونوتونية، ملل وإعادة الأشياء ذاتها، بس هون الشطارة أنه تعرفي تظهري من هالأشياء وتقدري توصلي أمور أخرى بطريقة أعمق. والتحدي كمان بالديكار اللي استعملتيه على بالمسرحية، ديكار تعبيري مش يعني كناية عن مشهد غرفتين فقط لا غير، الديكار ما بيتغير، يعني هون كان تحدي أنه مش بس المشاهد عم بيسمع امرأة عم تحكي وتشكي، إنما أيضا عم بيشوف الديكار نفسه لمدة قد كان مدة المسرحية؟ 40 دقيقة. خبرينا أكثر عن المشهدية اللي كانوا عم بيشوفوها عم بيشوفها جمهور. بس بالعكس أنا بحب أقول إنه الديكار هي السينوغرافية اللي له علاقة بالديكار، أنا بالعكس هذا تحدي كتير كبير إنه تناولت لوبال أنديفيران بطريقة مغايرة عن غيري، لأنه الكل تبع أنا اللي بعرفهم كل تبعه الديكور الريال يعني الواقع، ولكن أنا فتت بشيء اسمه سيور ريال يعني، وهيدا الشيء أهميته، يعني صعبة تقدري بمشهد 40 دقيقة بمسرحية صغيرة تقدري تغيري ديكور، ولكن أنه تفوتي بديكور جديد مش معودين عليه إله أبعاده، هذا الشيء أنا فخورة فيه ومبسوطة فيه كتير، لأنه كل شغلة موجودة بالديكور هي إلها معنى، وهيدا المعنى إذا بديك هي هالمرأة يمكن اعتبروا هن غرفتين، هي غرفة واحدة، هو التخت مقسوم في فاصل ما قدروا يوصلوا، بس هيدا الشيء وهمي، هو السلم وهمي والفاصل وهمي والبانديل وهمي، التليفون حقيقي في بعض الأشياء حقيقية، ولكن في بعض الأشياء هي بترمز لشيء أكبر من هيك، فهو العلاقة الجنسية ما كانت موجودة بيناتهم، فمشان هيك فصلت التخت، صار في انشقاق بالتخت وصار بيتحول لتختين. السلم هو مع أنه إذا الواحد بيطلع بيشوف الفوال يلي هو هيدا الفاصل الرقيق كتير كان فيها بسهولة تخزقه توصل لعنده، هي نقت الاشياء الاصعب، نقت انه تطلع على السلم وتجرب توصل له وما قدرت توصل له، لانه هيدا الشيء وهمي موجود بالراس فعليا ما في شيء. للي ما بيعرف القصه او ابعاد القصه، إديت بياف يمكن بتحكي شوي عن قصتها هون، تركت الحياه، تركت الشهره، تركت الفن لانه حبيت، وبعدين يمكن رجعت لقيت بمكان معين انه هالحب وصل لمرحله ملل، هل هيدي هي الرساله اللي كنت اليوم بدك توصليها من المسرحيه، العلاقه الزوجيه بين شخصين او العلاقه بين امراه ورجل كيف بتتطور ولوين توصل شو ممكن ينهيها؟ 100% هو الاكثر، انا حبيت وصل قديش مأذي للمراه، الوحده بتقتل المراه، والوحده والاهمال، يعني هي مش مجوزين هن عايشين سوا، وهذا الشيء الاصعب انه كان فيها ساعه ما بدها تحمل تفتح الباب وتفل، ما في شيء رابطها، ما في شيء رابطها، بس اختيارها لهذا الشخص. واليوم بدي اقول شغلي، اليوم لما بتختاري الشخص عم تختاريه قلبك اختاره، يعني انت ما فيك تتحكمي بالقلب، اذا قدرت فعلا تتحكمي بقلبك يعني انت في مصلحة بالدق،
إذا القلب هو صعب لما بتتعلقي بشخص وما بتقدري تظهري منه، هيدا شغلة كتير صعبة. فهون هي نقت شخص بين ألوف من الناس، نقته مش قادرة تظهر منه، صار سجنها بهيدا الأوضة، سجنها بهالبيت، سجنها ناجحة كتير برا بس من جوا عم بتحس بفراغ كتير كبير. هيدا الرسالة اللي بدي وصلها، قديش الرجال إذا حسيت المرأة مهملة قديه هو موجود ومش موجود بحياتها. طب ما هي اتكالها على الرجل، تخيلي كل اتكالك على هذا الرجل توصلي ما بتلاقي في شيء، ما عم يعطيك شيء، بيطلع الاتكال على حالك. في اشياء بتحترق مع الوقت ما بتتعوض، الصحه والحياه والعمر، هودي مع الوقت في ناس بيقولوا ايه بتاخذي شانس ثاني، بس في اشياء بتكون احترقت وراحت ما بقى فيك تعوضيها. صح. واجهتك مشاكل بتنفيذ الفكره اللي انت كنت حاطتها برأيك؟ يعني اوقات بنرسم فكره براسنا بتجهنا مشاكل بنحس انه ما قدرنا ننفذها مثل ما نحن متخيلينها، ولا بتعتبري انه لا العمل كنت راضيه 100% على كل شيء اديتي؟ تقلك ليه؟ لانه اكيد واجهت مشاكل، واذا بدك نوعين من المشاكل او صعوبات اكثر، بس اللي وصلت له النتيجه انا راضيه عنه 100% الحمد لله، لأنه مشيت بالطرق الأسس الصحيحة والطرق المضبوطة. يعني انطلاقاً أول شيء من النص، إذا بدك اشتغلته بطريقة كتير مضبوطة، ترجمته طبعاً، تحية كتير كبيرة للأستاذ ميشيل جبر يلي تحت إشرافه كان كل هالعمل. من انطلاقاً من النص رجعت للديكور يلي هو الأساس، عملت مكات أولي، مكات تانية، طورت الديكور، بعدين اشتغلت على الإضاءة، على الشخصيات، على كل الأشياء. عم نشوف هلأ صور عن الديكور. إذا بتلاحظي كمان الإضاءة يلي هي أنا بعتبر الإضاءة مسرحية تانية، لأنه فيها تاخدك وتعيشك بجو خاص بالمسرحية. فبس وين الصعوبات اللي لقيتها؟ لأنه أنا هون مني مخرجة بس، أنا هون مخرجة ومنتجة مسؤولة عن كل شيء بيتعلق بالعمل. هذا الشيء لقيته صعوبة، لأنه أنا كوني عم بصور وكوني عندي عائلة، فكان كمان كان في صعوبة بين شغلك والدراسة والمشروع، فطلب كتير مني جهد وأخذ مني وقت كتير كبير. والشغلة الثانية ما بكذب عليك هي الصعوبة الثانية، لأنه الأستاذ ميشيل جبر أستاذ كتير كبير بدون شك، وإضافة كتير كبيرة. أنا كتير مبسوطة أنه كان مشرف عملي، بس وين بتلاقي الصعوبة؟ لما بتحس في مطرح في أستاذ مشرف على العمل تبعولك، لما مضطر يملك إشياء. شوف لما تكوني مغرومة بشخص وتكوني بتحبيه كتير، إذا بعدتي عنه بتحسي في شيء سلخ جواتك. صح. زيت الشيء هودي أفكارك اللي بقلب المسرحية، إذا حدا إجا سلخ لك ياهن رح تحسي حالك شغلة عم بأملك شيء من جزء منك. يعني كانت هيدي صعبة كتير كبيرة. نعم. شغلة كتير كبيرة لإلي. ذكرت أنه حضرتك كنت المخرجة والمنتجة للعمل، مين كان عم بيمثل بالعمل؟ الكاستينج هو ليمنى بوحنا وسامر حنا. وانت اخترتي هالاشخاص بالتحديد ليأدوا دور؟ صح. صح. يمنى هي بتمثل وبتغني، وكونه النص مكتوب لأديتي بياف وهي بتغني، فحبيت استخدم صوتها. نعم. صح. وتحية لهم طبعا. كيف كانت اصداء الاساتذه، اصداء المشرفين على العمل، اصداء الناس اللي حضرت كمان العمل؟ كثير ايجابيه، كثير ايجابيه، اكثر مما انا توقعت. ترك كثير اثر كبير فيهم، والانبسطت اني قدرت، مش الهدف بكيهم، بس اليوم لما في ناس بتبكي لما تشوف هذا العمل لمستهم. صح. والمسرح هو نوع من العلاج كمان، بيقدر يخليك تفشي خلقك بطرق مغايره. فنقول لك الف مبروك عن جد. ميرسي. يعني الشهاده وتحيه لهيك اصرارك على انك ترجعي على مقاعد الدراسه، يمكن صعبه بعد فتره. صح. مثل ما قلتي كمان، هل هيدا السبب اللي اخذك او بعدك شوي عن مسلسلات شهر رمضان؟ لأنه أنا كنت عم صور صورة الفلاحين، وبصراحة كون عندي دراستي فما بقدر كتير ارتبط بأعمال. بس أنا حاولت قدر الإمكان أنه كل سنة يكون عندي عمل أو عملين. بس لأني مرتبطة بصورة الفلاحين ما قدرت أخذ عمل تاني. خلينا نذكر أنه صورة الفلاحين هو مسلسل رح ينعرض قريباً إن الله راد. ما بعرف على أي شاشة، ولكن ولكن اللي بدي أقوله أنه هيدا المسلسل من أضخم الإنتاجات اللي عم ينعمل. خبرنا أكثر عن دورك فيه للمسلسل. ما في كتير أحكي عن دوري،
بس كل اللي بقوله انه انا اسمي غاوية، عايشة كنت بلندن وجيت انا من عائلة كتير غنية، وبيجي لا اسباب معينة بحكي عنها بالمسلسل وبقلب تقلب الدنيا كلها، بقلب الدنيا كلها ضيفة ضيفة بس مش عادية. خلينا نقول انه كمان ثورة الفلاحين صعوبته انه من 1800 عم بتمثل 1840 صح. وبعدك لليوم ملتزمة باللوك اللي مفروض تكوني موجودة فيه بثورة الفلاحين. اكيد يعني الممثل بالنهاية ملزم انه يكون عم بيأدي الدور مثل ما مطلوب منه، يعني حتى اللوك بتغيره بشكلكم بتغيره بكتير امور اخرى. تبعت شوي بهالفتره المسلسلات اللي انعرضت، تبعت شوي يعني طبعا اللي عم ينعرض هو بيكون انعكاس على واقع الدراما اللبنانيه حاليا، كيف عم بتشوفي هذا الوضع؟ انا بصراحه الاعمال اللي عم بتنعرض هلا ما قدرت اتابعها ابدا للاسف، لانه انا ضمنيا بحب اتابع كل شيء عم بيصير على الشاشه، بس اذا بتسمحي لي احكي عن الدراما اللبنانيه بحد ذاتها، لانه انا بعتبر حالي واكبت ثلاث مراحل من الدراما اللبنانيه. واكبت المرحله اللي انا ما بعرف اذا كان هذا شانس لإلي او لكل اصحابي بفترتها، انه ما كنت لحق شغل وكنت عم بشتغل بطريقه مش طبيعية. حضرتك بنت تلفزيون لبنان، بلشت بنساء في العاصفة أكيد يعني أكيد. اللي استمر لمدة 3 سنوات ومن بعدنا لليوم بنحكي بهال يعني أنا عملت شباب وبنات، عملت العاصفة تهب مرة ثانية اللي هو 177 حلقة، عملت نساء في العاصفة 166 حلقة. التلفزيون لبنان بدون شك هو له فضل كتير كبير علي وعلى أكثر عدد من النجوم اللامعة هلأ. صحيح. بس اللي بدي أقوله أنه وقتها الدراما اللبنانية كان كتير أوجب 100%. بعدين مرق فترة خفت من الدراما اللبنانية، خفت أنه أنا لوين عم بعطي كل عمري لمهنة ممكن أنا أقعد بالبيت، لمهنة ممكن تخزلني بلحظة. شو بس سبب بوقتها؟ هل دخول المسلسلات التركية على شاشاتنا أو المسلسلات السورية، ولا الاندماج اللي صار أو الأعمال المشتركة اللي صارت تخففت شوي من الدراما اللبنانية؟ عم بحكي بالفترة اللي كانت قبل، يلي هو صار في دخول ناس كتير منسميهم دخيلات، ناس بعاد عن التمثيل. هذا الشيء خوفني، صرت إذا بنزل على السوبر ماركت بليز بدنا نمثل اللي بدك إياه، بدنا نمثل وين ما بروح، بدنا مليننا كاسينج. فاكرين أول شيء أنا عندي شركة إنتاج كلهم بدهم يمثلوا، صار عنا صورة خاطئة للتمثيل عم نفرجيها للناس. مش مين ما كان في يمثل أكيد. ليش مين ما كان بيقدر يعد شخصية حتى يمثل، إلا إذا فهمنين إنه التمثيل بتطلع بتكبيهم الكم كلمة وبتفلي. فهيدا الشيء خوفني، لأنه صار في صورة إنه فاكرين إذا منجيب جسم حلو شكل حلو بتنجح المسلسل. بس هون كان خطأ عمين هلا على المنتجين المخرجين، يعني هن اللي دخلوا هالأشخاص على الدراما اللبنانية وليس الممثل اللي تعب واشتغل ودرس وحمل الشهادة وبالنهاية قعد ببيته. هن اللي كانوا سبب بهيدا الشيء، كانوا عم بيقولوا انه الناس بدها هيك، والحمد لله هيدي المرحله الثالثه اللي هلا انا عم بعيشها، ويلي عندي امل كثير كبير بالدراما اللبنانيه، انه بوجود المواقع التواصل الاجتماعي، بوجود الفيسبوك والتويتر والانستغرام، كل هودي القصص صاروا الناس عم بيعبروا بصراحه، صرنا نعرف انه الناس ما بدها هيك. يا جماعه نحن بنمثل شو بالدراما اللبنانيه؟ بنمثل المجتمع اللبناني طبعا. مجتمع اللبناني نزلوا على الطرقات، ليش كلهم قياساتهم 36 وخسرون هالقد؟ كمان اليوم انا كيف بدي صدق كمشاهده عم بحضر مسلسل لبناني؟ كيف بدي صدق اذا بدي اشوفهم كلهم مظبطين وفول ميك اب وبيقعوا مع رموش ومع رموش؟ يعني عيب احكي هيدا الحكي، بس اليوم لما شخص بيكون محترف، لما شخص بيكون عارف شو عم بيأدي، ما بيقبل يكون جماله على حساب الدور. انا الدور أول شيء وبعدين كل القصص بتصير. أنا كمان بحب أطلع حلوة أكيد، بس مش على لما بدي صدق أنا شو عم بقدم، لما بدي صدق الأشياء اللي عم بقدمها، كل دور ليش عم بقدمه هيدا؟ أنا بالمستشفى عم بعمل علاج، فإذا أنا بقتنع بالأشياء وبفوت فيها، بالتالي أنا رح أقنع كمشاهد. وهذا الشيء اللي بده إياه المشاهد، بده يصدق الأشياء. صح. بس الحلو هلا انه بلشنا نرجع نشوف هيك اعاده للي بنحب نشوفه، بلشنا نرجع نشوف الاشخاص اللي المهنيين اللي دارسين او اللي مزبوط بيمثلوا عم يرجعوا يدخلوا شوي شوي، لانه
رجعنا نشوف انه الناس ما بدها مثل ما قلتي بس الجمال، بدنا نشوف تمثيل حلو، بدنا نشوف اداء جميل، وصرنا نعرف نعلق مثل ما قلتي ونقول. لكن اعمالك، عملك المقبل هو ثوره الفلاحين اللي رح نشوفه قريبا، هل في اعمال اخرى مسرحيه سينمائيه عم بتحضري لها؟ لا هلا ان شاء الله، يعني لانه ارتحت خلصت فباذن الله ان شاء الله يا رب. جريتا، انا بدي اقول لك يعني ثانك يو لوجودك معنا اليوم، مبروك عن جديد شهاده الماجستير، وان شاء الله بنشوفك بادوار، يعني انت من الممثلات اللي فعلا بنفتخر فيهم، ولما بنحضرهم بنحس حالنا عم نحضر ممثل حقيقي عن جد، ولما بنحضرك عم بتمثلي ما بنحسك اصلا عم بتمثلي انها هالقد بتكوني حقيقيه. شكرا لك جريتا عون لوجودك معنا باحلى صباح، شرفتينا. ثانك يو. مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليلة مع بريك علينا، بعد البريك رح نكون مع فقرة فاشن وسارة كيروز. تابعين معكم مشاهدينا، بدي أقول كمان صباح الخير اليوم لسارة اللي انضمت لنا هلأ. سارة كيروز صباح الخير. هاي لنا صباح بيا، أنت كيف؟ مش الحال. الأسبوع الماضي كنا بلشنا نحكي عن باريس فاشن ويك، الأسبوع الموضة اللي كان بباريس واللي كنت موجودة هونيك، ونقلتي لنا هيك أجمل الشو وأجدد الأخبار، وأجدد الأخبار دغري من باريس. اليوم رح نتابع لأنه بعد في كتير إشياء نحكي عنها. عن مين رح نحكي اليوم؟ أي ديزاينرز اليوم رح يكون عم نكمل نحكي عن ديزاينرز، رح يكون في لبنانيه اكيد رح نحكي عنها، واكيد رح نكون عم نحكي كمان عن الانترناشونال ديزاينرز شو قدموا. مثل ما كنت عم بقول هذيك الجمعه عم نحكي عن الاوت كوتور تبع شتويت الجاي، دونك بعطي وقت اكيد، بس دائما نحن بنشوف قبل بوقت شو الموضه. فرح نبلش نحكي عن جرجح بيئه، وخلينا نشوف مين عندنا بعد بعدها. جرجح بيئه قدم كوليكسيون هالمره، رح نقول فيها كثير شغل على الديتيلز، وهذا الشيء اللي هو كثير سبيشال فيه، يعني بين كل اللبنانيه كلهم يشتغلوا روعه، بس كل واحد عنده شيء سبيشال له. جرجح بيئه الشغل البريسيجن، يعني في كثير بريسيجن بالشغل، كثير في شك، والشك كثير ناعم، بس كمان في كثير شغل على اذا بده يشتغل ورود او ديتيلز على الفستان، دائما فيه كثير شغل، عنده دقه، يعني عنده دقه كثير حلوه بشغله. اللي رح كنا عم نشوفه كمان عنده كان ستيل شوي مثل ساغي، او اذا بدك هيدي الانسبيريشن الانديان شوي بينت، اذا مش دائما بتلاقي سيستم الساري كيف ينلبس، بتلاقي الشغل الانديان باليا الالوان يا القماشات يا طريقه الشغل يلي عم نحكي عنه نحن بهيدي الدقه. نعم. اوكي، الالوان اللي بيقترحها لشتويت الجهني الوان عن جد كثير حلوه، كانت من احلى باليت دو كولور، كان في كثير بيربل شفتوها، شفتوا الموف بالاول، كان في الازرق، كان في احمر، بيرغاندي كان موجود اللي هو بوردو تقريبا، دونك الالوان كانت كثير حلوه لشتويه، بتكون على بالك تلبسيهم لانه منا الوان غامقه ولا الوان فاتحه. نعم. الوان هيك بتحسي على بالك تكون عم تلبسيها، وما بتحسي انه اذا شتويه يعني الوان رح نقول بايخه بطريقه او باخرى. بالعكس، الوان كثير بتحمسك انه تكوني على بالك، تحسي انه اوكي مش انه الطقس بيقرف وانا ما على بالي البس قصص فرحه، بالعكس الوان قويه. نعم. هلا كمان كان في كثير رافلز بالموديلات يلي هو يعني كذا لايرز، بنحس انه في فوليوم، فوتها بكم ديزاين، بس هيدي لانه الاوت كوتور، يعني هذا الشيء يعني منتظر نكون عم نشوفه. نعم. غير ما يكون بريت ا بورتي، بريت ا بورتي بتحسي دائما بجربوا ديزاينر يكونوا براكتيكال اكثر، بالاوت كوتور بجربوا يفوتوا قد ما فيهم قصص اكثر فيها فوليوم، مثل ما عم نشوف هون بتحسي انه ديفرنت شوي عن لايرز 100% عن البريت ا بورتي. والحلو كمان البينك فوتوا بطريقه كثير حلوه بالشو تبعه، وهذا الشيء ما كان الوحيد اللي عم بيعمله، مثل ما كنا عم نقول معظم الديزاينرز فوتوا البينك والنيود بالكوليكسيون شتويه، وهذا الشيء كثير حلو رح تشوفوه بكذا شو. نعم. اوكي، هيدا كرمال جرجح بيئة، عم تشوفوا انتو الصور اللي انا مصورتها من هيك، بتحسوا انه كتير اخدتها انا from the scene، يعني مش دايما الصورة اللي هي perfect مع lighting perfect، بالعكس هالصورة دغري او ما يقطعوا المودلز عم ناخدها تيكونوا live from the show. نعم. رح نكون عم نشوف من بعدها صورة من شو ميزون ربيع كيروز. ربيع كيروز اللي عمله بالشو تبعه كان very creative وكتير غير، لأنه طريقة التقدم تقديمه للشو كانت غير. يعني اللي عمله أنه كانوا المودلز عم بيرقصوا، كان جايب دانسرز مش مودلز، كانوا عم بيرقصوا هن وعم بيفرجوا هيدي الكوليكشن. وكان في كريستوف المغني الفرنساوي عم بيغني على البيانو أغاني لايف، نحن عم نشوف الشو. هيدا الشيء حلو نفرج أنه شو منه شغل، مش أنه رانوي لازم يكون كله بسرعة ويفلوا ويخلصوا شغلهم، بالعكس هيدا عن جد it's a moment of art، يعني هيدا الشيء عم نكون عم نشوفه فيه فن منه بس شغل. من هيك انا هيدي الكوليكسيون عن جد حبيت طريقه التقديم قبل ما نكون عم نحكي بس عن الثياب كمان كيف كانوا.
التياب اللي قدمهم تنكون كمان عم نعطي فكرة عن الكولكشن شتوية باقتراح ربيع كيروز. قبل ما ننتقل على الصورة عم تشوفوها هلا المشاهدين رح قلكم سريعا الكوليكسيون اللي فرجينا اياها ربيع كيروز كان في كثير المانتويات يلي هو اكسبكتد للشتويه كانوا عم بيرقصوا ويشلحوا المانتو تيفرجونا الفستان تحته. الالوان اللي اقترحها كان في فير فليو اللي هو اول مره بنشوفه بالشتويه كان في كمان الاورانج والغوز والبلو جينز اوكي يعني الدنم كمان كان موجود الوان كثير قويه صيفيه رح نسميها بس هو عم يقترحها للشتويه وهذا الشيء كمان يلي افانغارديست وجديد يعني مش بس طريقه التقديم كانت جديده كمان الالوان اللي مقترحها للشتويه جديده. نعم هلا رح نبلش نشوف جار شقره شو قدم لهيدي الشتويه كمان. نعم اللي عمله كان كثير في كثير فرق يعني بتشوفي عن جد اللبنانيه الحلو كان في دايفرسيتي كل واحد كان عنده هيز اون يونيفرس كل واحد عم بيقدم كوليكسيون كثير ديفرنت عن الثاني ما بتحسي ابدا مثل بعض. اللي قدمه كان شوي الستيل رح نقول يعني اذا بدنا نعطي كاركتر للمره اللي معقول تحب هالكولكشن هي المره الميستيريوس يلي رومانتك وبنفس الوقت مودرن يعني بتحب القصص كمان العصريه بس نفس الوقت بطريقه فيمينين فيها شيء حلو. هلا كمان كان في كثير اسبري دارك رح نسميه يعني نحس انه في كثير اسود بورغاندي اللي هو على بوردو الزيت يعني كان عندك الوان غامقه كمان ما فات بالالوان الفاتحه هو فات بالالوان الغامقه يلي نحن ننتظر نشوفها عاده بننتظر نشوفها بالشتويه. الموف كان موجود كمان. هلا في شغله كمان حلوه كانت على الموضه ورجعت يلي هي ترانسبيرنسي القصص اللي بتلالي كمان كانت على الموضه للشتويه هيدي عاده بنشوفها اكثر بالصيفيه بس كمان هون بالدرس تبع الاوت كوتور حاب جار شقره يكون عم بيزيدها بهيدي الكوليكسيون. نعم. اكيد دائما في ديتيلز كثير حلوين على الفساتين بجرب يشتغل دائما جار شقره انه يكون في اذا كان فلاورز او اذا كان حيلا ديزاين انه يكون عم يشتغله بطريقه كثير ناعمه بنفس الوقت يفوت تكستشرز جداد تما يحس انه عم بيعيد حاله بالعكس عم دائما بالكوليكسيونات تبعه عم بيقدم لنا شيء جديد والا ما حدا يحس ستيله بشيء من هول الفساتين. صحيح. اوكي هيدي كانت العروسه عند جار شقره هيدي عروسه رح نقول مختلفه جدا كثير مختلفه عن اللي معودين عليه من هيك عم بيعطي اذا بدك البرايد العصريه بطريقه سكسي بنفس الوقت بطريقه جديده ما يكون كل الناس اوريدي شافوا برايد بهالطريقه. حتى البوتس عليهم بيرلز او هو اللي شو اشتغل على البوتس كثير بطريقه حلوه اول شيء كثير اشتغل واشتغل كثير كمان ديتيلز على البوتس ما خلى البوتس يكونوا اذا بدك سمبل دائما كان في شغل كثير على البوتس ودائما كانوا البوتس العاليه يعني معظم الدريسز كانوا يلي كانوا دريس قصير كنا نقدر نقشع بوت عاليه مشغول عليها. سو تما يكون كمان الشوز ديتاي حلو نقول كمان انه بالفاشن ويك كثير بينتبهوا على الاكسسوارز منا قصه بس دريس او تياب كثير بينتبهوا على الساك على الاكسسوار على اذا بوكدوراي جورج حبي بوكدوراي تبعه بينشغل عليهم كل وحده يعني والشوز هون عن جورج شقره. هذا الفستان اللي عم نشوفه الديتيلز اللي عليهم كثير اشتغل هون ديتيلز بطريقه حلوه كمان بدي اقول شغله منيح قلتي لي عن الموضوع انه فوت كثير الميتاليكس فوتها مش هون بالفلاورز هول حديد على سيستم ميتاليك 100% على سيستم ميتاليك بس فوتها بالقماشات وبالكمان امبرويدري هون بهذا الكيس كانوا فلاورز بس بغير دريسز كان يكون مثلا توتال لوك فيه ميتاليك. بالجمعة الماضية شفنا كمان رالف اندروسو فوت الفرنجز الميتاليك دونك كمان حلو نقول انه بالميتاليكس كمودة كالوان لانه دايما الناس بيحبوا يضل عندهم قصص ميتاليك شوي بتياب حلو نقول انه لشتويت الجاي اللون اللي على المودة هو السيلفر هلا لهلا ما كتير عم نشوف جولد واذا بدك برونز بالعكس عم نشوف اكثر السيلفر. اوكي نعم خلينا نشوف هلا رامي كادي شو بيقدم لنا. رامي كادي قدم برزنتاسيون على تام سويت كاو يلي هو كان عم يحكي عن حاله وعن الفتره اللي عم بيقطع فيها بحياته كثير ايموشنال رامي دائما بياخذ قصص بتشبهه وبفترات بيقطع فيها بحياته التام اللي عمله هو هيدي العجله اللي عم بيقطع فيها يلي كثير كل شيء فوق بعضه مثل كاو يعني ضياع اللي عم بيقطع فيه بنفس الوقت بطريقه سويت بطريقه حلوه وعم بيفرجيها بطريقه بوزيتيف يعني يفرجي هيدي اذا بدك خفه رح نقول نحن بطريقه هيك عم بيفرجيها بطريقه حلوه مش بطريقه كيف ما كان وفرجيها بالكوليكسيون تبعه اللاينز تبع الدريسز كان في اول شيء كثير جيومتري بالدريسز كان في كثير لاينز بتحس انه في كثير قصص هيك عجقه بنفس الوقت عجقه مرتبه رح نسميها وكمان كان في كثير كونسيستنسي بتحس الكوليكسيون كلها ركبه تحت اندر وان امبريلا بتحس كله مش بيشبه بعضه بس كمان بيركب مع بعضه مش ضروري يكونوا دريسز كلهم بيشبه بعض لانه مشكله لانه اخر شيء اذا انت ما بتحب هذا الشيء ما رح 100% بس حلو كمان تحس انه بيربقوا مع بعض الالوان اللي بيقدمها الازرق الاسود ابيض والاخضر هودي اكثر الوان بينوا كان في شويه احمر كمان بالدريسز وهذا الويدنج دريس اللي عم بيشوفوه دائما فستان العروس عند رامي كادي يعني
ما فيك الا ما مميز. اي دائما مميز ودائما عنده هيدي الاليور برنسيس، يعني دائما بتحسي انه ما فستان عادي، مش انه بتقطع العروسه عادي، بالعكس دائما مشغول بطريقه كثير حلوه مع ديتيلز كثير حلوين. خلينا ننتقل لديزاينرز انترناشونال نشوف كمان سم اوف ذم شو قدموا. رح نكون عم نشوف جوليان فورنيه. جوليان فورنيه قدم كوليكسيون انا بالنسبه لي عن جد اشتغلها اوت كوتور، عن جد كانت بتحسي تياتر، يعني بتحسي بمسرح اكثر من ما بتحسي برونوي، وهي حلوه تكون كمان موجوده مرات، مش دائما نحس انه الاوت كوتور اوكي بدنا اياها براكتيكال وبتنلبس، حلو يضل عندي كم ديزاينر بيعملوا قصص بتحسي اوكي انا ما رح البسها بس بتعقد، عرفتي قصدي؟ يضل في هذا الشيء الكرييتيف اللي بتحسي ببرفورمنس او على مسرح او شيء سيلبرتي تلبسه على ميت جالا، انه كمان حلو يكون في قصص اوت اوف ذا بوكس. اللي قدمنا اياه الالوان اللي اكثر شيء بينوا بالكوليكسيون، البيج على نيود، الاسود الدوري كمان كان موجود والابيض، دونك كمان باليت تبعه ما كانت ريسكي، ما لعب على الوان قويه بس لعب على مشات معينه وموديلات جريئه 100% موديلات جريئه، بس خلى الالوان تكون اروع تما يكون تو ماتش. ما هون هذا الحلو انه يكون في كمان بالانس، انه نعمل اكيليبر بين القصص، انه اذا عم نشتغل موديلات كثير غريبه عجيبه نجرب شوي نروقها بالالوان، مش نكون كل شيء مع بعضه تضل مقبول شوي. صحيح. كان في كثير ترانسبيرنسي، دونك القصص الشفافه كانت موجوده بالموديلات تبعه، كان في كمان امبرويدري، دونك كان في الشغل اللي فيه شك او اللي فيه كمان عم نخيط مثلا فلاورز او عم نعمل ديزاين معين، كان في ديتيلز ما بتحسي انه فستان ساده، بالعكس كله فيه شغل كثير. كمان عمل شغله حلوه انه الميك اب كان معمول طريقه حلوه، مركب قصص كانه مرات ماسكات على وجوه المودلز، وهذا الشيء هون اللي بنشوف الجولد كيف كان موجود، وهذا الشيء حلو بتشوفه بقصه الماسكات انه كمل بهذا السيستم اللي بتحسي انه تياتر، لانه المسرح كمان فيه كثير ميك اب دائما جريء ودائما فيه قصص مهضومه، والزياده كمان سم اوف ذا مودلز كان عندهم هيد بيسز، شفنا باول دريسز كمان هيد بيسز على راسهم، اكيد مش كل يوم اكيد مش حدا رح يلبسها عنده عشا يلبس هيد بيس، بس هذا اتس رون واي واتس اوت كوتور، يعني حلو دائما نزيد الشيء الاكسترا، بعدين بالمحلات شو رح يبيعوا الديزاينرز رح يكونوا دائما مخففين الدوز تتكون شوي كمان بتنلبس. اكيد. هلا رح نشوف الكسي مابيل. الكسي مابيل كمان عمل ان بريزنتاسيون مثل رامي كادي، واللي عمله كمان انه قدم دريسز، عمل كل سال كان فيها تام معين ولون معين، وكان انه اذا بدك اخذ طابق بكامله عم تبرمي انت من سال لسال. اوكي. اللي قدم لنا ما كان في رانوي؟ لا، عند الكسي مابيل ما في منهم بيقرروا يعملوا برزنتاسيون تا الناس تاخذ وقتها وتشوف القطع. أوكي. لانه بالرنوي عن جد مرات كثير سريع الشو، عن جد ما بتلحق تشوف القطع مثل ما هي، ففي ديزاينر بيقرروا مرات يعملوا برزنتاسيون ويكونوا حاطين الثياب وانت عندك وقت تبرم، عندك وقت تبرم وتتفرج 100%. الكسي مابيل الالوان اللي اقترحنا اياها لاشت في تجي، السيلفر الزيتي الموف والغوز الفاتح، هودي اكثر الوان بينه، كان في كثير لايرز ورافلز، رجعنا على موضوع كثير سنه استعملوا هيك رجع استعملوها 100%، كانت على الموضه قبل ورجعت هلا لشتوية الجي، وحلوه كثير، يعني يوجوالي نحن معودين نشوفها اكثر بالصيفيه، حلوه نلاقي الرافلز والفوليوم والقصص اللي هيك بفساتين الشتويه كمان. كمان كان يشتغل كثير امبرويدري، يعني في كم موديل شفناهم قبل يا عجيله يشتغل امبرويدري يا يشتغل ديتيلز، ما يكونوا سمبل دريسز، كلهم حبوا يزيدوا دائما هيدي التاتش الاوت كوتور تما يكون شيء بيشبه البريت ا بورتي. خلينا نشوف توني ورد تنكمل كمان نشوف عم بقطع اللبنانيه واجانب تتشوفوا الكل شو قدم بهيدي لهالكولكشن. توني ورد اشتغل بطريقه رافلز، رجعنا نشوف على الكتاف، في ناس كثير قدموا الفساتين الرافلز من تحت تحسي لايرز، بيكا توني ورد عمل شيء حلو جديد اللي هو على الكتاف، وهذا شيء كثير اوت كوتور وكثير حلو، لان الفستان بيجي كمان على قد الجسم على الشخص بيطلع كثير حلو بيعطيه لاين حلوه. هل هو دائما بيشتغل على قد الجسم بحب هذا الستيل 100% 100% وفوت دائما يكون الفوليوم من فوق، وهذا شيء جديد. يعني يا يكون كل مفتوح من فوق هيك مثل هيدي الصوره، يا يكونوا رافلز، دائما الشغل من فوق يعطي فوليوم ومن تحت ما يعطي فوليوم. وهذا الشيء مهضوم وفي انواع اجسام بيلبق لها هيك كثير اكثر. كمان اشتغل كثير امبرويدري، فوت البايات بطريقه حلوه، دونك اذا دريسز بيض كثير فاتوا البايات الملونين، كسوسوا روج بلو فير، فاتوا البايات الملونه بطريقه حلوه مش بطريقه اوفر، بتحسي انه معروف وين عم بيحط بايات، مش كله من فوق تحت الفستان، بالعكس عم نشتغل اكيليبر بطريقه حلوه في اماكن معينه. نعم 100%. كمان اشتغل الفلاورز، اشتغل هون عشان شفنا الفوليوم من فوق، الرافلز من فوق، بتحسي انه اخذ تكنيك غير البقوه، البقوه اشتغلوا الفوليوم اكثر من تحت، وانا بحب يضل في هذا الستيل لانه في كثير ناس ما بيحسوا براكتيكال الفستان الكبير من تحت. بنصحهم يمكن 100%، في انواع اجسام ما بيلبق لهم وفي
ناس بحسوا انه مش براكتيكال, يعني مش كمان كل ما عندهم شيء معقول يلبسوا شيء مع فوليوم. هيك انواع دريسز بتحسي بينلبسوا اكثر لانه من فوق الفوليوم بيطلع عادي. هذا فستان العروس تبع توني ورد, اكيد كلهم اللبنانيه قدموا الويدنج دريسز وكلهم اذا بدي كانوا سبيشال بالويدنج دريس لانه ولا مره بيقطع على الهين, يعني دائما بيقطع بياخذ قيمه بياخذ وهره, يعني كل الناس يكون عن جد قشعين شغل قدامهم الكل بينطر الفستان العرس ليشوفوا فعلا شو الجديد اللي عم بيقدموه. يعني ساره بعتقد اليوم عملنا هيك جوله سريعه على كمان مجموعه كبيره من المصممين ان كان لبنانيين او حتى عالميين من اسبوع الموضه بباريس. بعد في يعني اشياء رح نشوفها الاسبوع الجاي ولا رح ولا خلص بعد في بيطلع لها بعد فرسه بعد مره لانه بعد عنا كثير ناس بنحكي عنها, بنحكي عن جو, بنحكي عن شانيل, بنحكي بعد عنا كذا ديزاينر لازم نحكي عنه, بنحكي بعد 1 ويك وبعدين بنرجع بنحكي بنكمل نحكي عن الصيفيه تفاصيل اخرى. ساره ثانك يو وبنشوفك لكن الاسبوع الجاي. شكرا لك. مشاهدينا نحن لهون نكون وصلنا الى ختام صباحنا, ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. بكره موعدنا بجدد بنفس الوقت الساعه 9 الصبح باحلى صباح. الى اللقاء.